وين محمد؟ محمد البارح طرطقت عليهم تاع الجسيبال امين اوا كان تمك امين اوي البارح طرطقت عليهم تاع الصحن دا عند ماريا واش مو البارح طرطقت عليهم تاع الصحن تكبيس تكبير يا ويزك الله ربي يهديك يا اخو، ما تخافش ربي انت يا ما تخافش دوك هذيك هكذا الضرب خلاطهم شنو تعوج يا اخو كيما اسمع راك في الكرسي، شنو؟ ما تخافش ربي دوك هكذا كيما راك يعطيك مصيبة يعوقك بلا طونسيو ولا بكاش عفسة. شكون هذا ربي تور ولا من مقتول؟ هذا راه الله يجيبها لك ان شاء الله يا عندي بزاف ما جاتنيش زعما غادي ربي يجيبها لي يا رب ربي يجيبها لي كيفاش يجي اللي حبيت يطلع يكتب رقم 7 يا جماعة استغفر الله واتوب الله هذا لا طلع معايا هدايا ميهو بون فقط اهل السنه والجماعه اللي حبيت يطلع معايا من فضلكم مش يطلعش معايا واحد ويقول لي انه عيوني يا رب السلام على من اتبع الهدى. وعليكم السلام. لماذا لا تناقشون في التوحيد؟ تناقشون في التوحيد ان شاء الله اروح اللايف واجيب ناس يناقشوا في التوحيد. اتحداك ان تناقشني في التوحيد. معليش عائشه شحال كان في عمرها تدخل عليها الرسول؟ لا يهمني عائشه ولا المسجد الله لا يوجد الله. شفتوا هذا الشيء هذا كان مستحيل عام ونص عام. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من سقسيكم؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أمين يا رب العالمين. من سقسيك؟ ويا مين الفضل؟ سمعتك ضرب تقول استغفر الله يا ربي وكاع، شو البي تاعك تاعي؟ من سقسيك؟ بتاعي؟ واه شو فقط تقرب إلى رسول ولا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ماله؟ رسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نتعلم تعجبني من تقول استغفر الله عليه الصلاة والسلام وقعد تعجبني هكا على بالك زيد شو البروبليم تاعك خويا هاد الكفار هاد اللي كانوا معايا مهبطوا ارزموها في طدرو قال لك الرسول ما كانش يغسل لا حول ولا قوة انت ملحد ولا مسلم ولا ما فهمتش اخويا بعدني الله يهديك انا ملحد انا وجهي وهي بان سقسيك هي بان سقسيك جوستوم واش تقول استغفر الله انتشار الالحاد في الجزائر كاع هذا الايمان هذا ملحد الله يهديك اخويا كاع ما لقيت ما تقول لي سميت ما قلت لي كافر ما قلت لي مرتد رحت لي ديرك للالحاد اعوذ بالله يا الله هبلونا لا اله الا الله يغفر الذنوب كلها لا اله الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اله الا محمد رسول الله شاهد هذه عائشه هي اللي دخلتنا الاسلام هي اللي وصلتنا الاسلام بالاحاديث رضي الله عنها وارضاها هذيك واش نقول لهم بصح هذيك حكمه من الله عز وجل هذيك حكمه من الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج بالصغيره والكبيره والهجاله واكد على عائشه بزاف عائشه نقلت لينا اكثر من 2000 ولا 3000 حديث عمر بن الخطاب ابي بكر بن شويه راك تقول لي بلي عندهم الصح بلي الرسول 54 سنه تزوج بعائشه 6 سنين 6 سنين دخل لا ماشي 6 سنين خطبها من عند باباها اما يقول لك تزوج بها 6 سنين وتخلع لا ماشي 6 سنين خطبها من عند باباها ودخل عليها 9 سنين خسرت لي كلش من الصباح وانا عندي باطي معاهم قلت لهم كان عندها 13 كي دخل عليها وانت جيت دروك تقول لي بس احنا كنا معاه في الشومبرا لا الله عليه الصلاه والسلام هذا 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 الشيء نورمالمون معيب علينا نهضروا على بالك لا حول ولا قوه الا بالله الحكمه من عائشه الغريان الصغير يكون صغير يرفد هكا ولا اني غلط يعني تقول لي انا بنتي اليوم عندها 9 سنين فلازم نرسلها للمعلم تاع الموسيقى لازم ينكحها باش تولي تلعب مليح لا ماشي ينكحها لا ما احنا ماش نهضروا على النكاح نهضروا على الحكمه تاع الله عز وجل يعني الحكمة تاع الله عز وجل الحكمة تاع الله عز وجل أبو بكر وعمر وعلي كانوا يشاوروها في الأحاديث كانوا يجوا يسقسوها على الفتاوى وعلى كل شيء وهي صغيرة 15 16 17 18 يجوا يسقسوا عائشة على الفتاوى وعلى الأحاديث اللي ما يعرفوهاش واش بصح شنو الحكمة يعني بنتي بايزو بنتي دير سبور لازم نرسلها انت ما تجيبش بنتك لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لا حاشا لله بصح انت هذه الحجة تاع النكاح واعرة باسكو بنتي انا دروك دير سبور لازم المعلم تاع السبور ينكحها مليح باش ماشي لا خاطي ما نش نهضروا على بنتك انت بنتك أمة الله بنتك انت عبد ضعيف وبنتك ثاني بصح هذوك الناس ما نطيقوش نهضروا عليهم احنا وما نطيقوش نلحقوهم
بنتي أمة الله، الله يهديك أمة الله وبنتها، وهذه أمة الله لا 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 مخلوقة أخلقها الله عز وجل. كي لا تقول كي تبغي تدعي ربي: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لا لا ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني وغمي يا رب العالمين. سمعتني؟ برافو، انت والله لك جايب ما شاء الله عليك. ما تقش تقول ما نطيقوش نهضروا احنا على النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، تركت فيكم ما لم تضلوا به من بعدي، الا كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. بغيت نسقسك، كان واحد السؤال دائما نسقسه قاعد يطلعونا نديروا فيه: ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت، مسطحه ولا كرويه؟ شوالا حنا نهضروا غير الاسلام، حنا نهضروا غير الاسلام، هذه ارض ونعمل الاسلام ونعمل الاسلام. حنا نهضروا، حنا ما سلكناش، حنا ما سلكناش في 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 في, في صلاه الفجر وفي قيام الليل وفي اعوذ بالله من خبث والخبائث كي تجي داخل الطوالات، وفي الوضوء، وفي غفرانك من تجي خارج من الطوالات، وفي بسم الله. نهضروا على ارض مسطحه ومقلوزه وكاع، نعلو الشيطان احشموا على روحكم. لا والله لا، ما يسقسوا هنايا انا نديروا في بالنسبه لك انت، بالنسبه لك مسطحه ولا كرويه؟ ما نهضرش على الارض، هذا حديث تافه. حنا رانا عايشين في الارض، وابتغوا ما اتاكم الله، سمعتني ولا لا؟ في هذه الارض غادي يجي نهار وتموتوا، انت كي غادي تموت ما غادي، انت ما غاديش من تندفن، غادي تندفن في طرف تاع ارض، ما غاديش تندفن في بوله. وي جوستمون غادي تندفن في الارض، ما غاديش تندفن في بوله. تسمى مسطح، يعني فهمتك. ما كان لا مسطح لا والو، هذا الشيء ما يعنينيش انايا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اين تغرب الشمس؟ انت نهضر لك هضره تاع النمرود؟ بتولي كيما النمرود انت؟ لا لا اعوذ بالله. هاك شو هاك، خاف الله، خاف الله. النمرود نمله دبانه ناموسه شاعت به: انا ربكم الاعلى. هذاك الوقت، هذاك الوقت على الله عز وجل كان يدير معجزات. علاه؟ كيفاش معجزات؟ كان الله عز وجل علاه كان يدير معجزات؟ باسكو اسمعني، صلي على النبي، صلي على النبي. كان ذاك الوقت كانوا يديروا المعجز، كان الله عز وجل يدير المعجزات، كانت الاقوام جديده، الخلق جديد، وما كانش كاينه كما يقول لك الانسانيه كانت جديده. سي بوغ سا الله عز وجل باش يبين غياس الرساله تاعه ودين التوحيد كان يرسل معجزات. بصح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اسمعني، النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهش معجزات تاع الله. عنده يطلع فوق. انت اسمعني، لا هذيك بينه وبين الله عز وجل، ماشي تاعنا حنايا. نقول لك المعجزات تاعنا حنا شايله، المعجزات تاعنا حنا في كي جا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، نهار الاول اقرا بلي يا محمد امتك منا وروح امه العلم، اقرا باسم ربك الذي خلق. أم هذه بلي غادي الانسانيه غادي تطغى بالعلم. شوف واحد شكتب لي تغيتوا بالعلم باش تنساو ذكر الله سبحانه وتعالى. سؤال واحد كافر هذا، شو شكتب ضد الحرام؟ قال لك كيفاش ربي يقول له اقرا؟ قال لك ما كانش يعرف بلي محمد ما يقراش. لا عارف بالله صلى الله، ماشي امي ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب. نو ما انا بقارئ زعما معنا باش نقرا، ما قول لي شنو نقرا، مانيش عارف شنو نقرا. ماشي زعما ما يعرفش يقرا ولا ما يعرفش يكتب، لا خيي. كيفاش كان يعرف؟ كي جا قال لها اقرا، الرسول عليه الصلاه والسلام دهش، قال لها شنو نقرا؟ زعما ما انا بقارئ شنو نقرا. كي تلا عليه قرا، عاود موراه. ماشي غير واحد ونضحك. انا دروك معليش سعد، انا دروك ما نعرفك ولا انتيا، بس باش نكونوا عادلين، انا ناخذ في الاسئله تاع الملحدين. انا دروك سعد نعرفك انتيا ساده، نعرفك ما تعرفش تكتب، ونقول لك اكتب، وانا نعرف باللي انت تعرف ما تعرفش تكتب. لا اسمعني، هذا الهضره تاع بكري، احنا خاطينا العربيه، وانتم ديال الوقت تاع دروك غير نخلطوا. بصح الهضره تاع العربيه تاع ذاك الوقت وتاعنا ماشي كيف العربيه الفصحى. مين جا عنده قال له اقرا؟ قال له يقول لكم الاخ، لا العربيه تاع بكري هذاك تاع الوقت، اقرا معناتها ما تقراش. لا ماشي ما تقراش، ماشي هكا اخويا، ما تهضرش هضره ما قلتهاش. احنا ما نعرفوش نهضروا العربيه الفصحى نيشان، سمعتني ولا لا؟ كي يقول له اقرا صافي دير، ماشي انت ماشي قاري ولا هو ماشي قاري، زعما اقرا. قال له شنو نقرا؟ قول زعما السؤال بلي ما انا بقارئ شنو نقرا. كي تلا عليه قرا النبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق، عاود الرسول ولا يقرا ويحفظ كيما هكا. هذه هي، ماشي اقرا زعما ماشي عارف ولا ما يعرفش ولا ماشي قاري.
وما يقولوا لي انت زكروت، شكون هذا زكروت؟ ما نعرفوش انا يعني. يا ودي هادو الناس هادو لا ماشي ماشي قاعد مين جايين هادو الناس؟ شكون هذا انا زكروت؟ بكم انا كم نزيد نشوف هاد الناس ونشوف هاد الاسئله وقاعد نزيد نخمر ربي نولي نصفك ها الحمد لله يا رب العالمين وما نشوف هاد الاسئله ونشوف هاد نشوفكم كيما كديروا نزيد نولي نصفك خاف من الله عز لا وجل بصح مليح مليح الحمد لله رب العالمين. ما شوف ما شوف مليح نسقسي الناس ويجي واحد كيما انت عالم ما شاء الله لا يعني. انا ماشي عالم لا لا حول ولا قوة الا بالله انا ولكن ماشي عالم اوتيت من العلم قليلا يعني انا ماشي عالم خويا انا ماشي عالم انا يعني انسان متربي على الدين وشاد في ديني والحمد لله رب العالمين. وبصح وكاين من هالرسول كان عنده عبيد تاع الجنس ما عندهاش شكون هذا اللي قالها لك؟ راكم تتهموا راكم راكم تتهموا على بالكم غادي تولوا غادي تولوا غير ضحك كيما الشيعة مساكين قاعدين غير ضحك يتهموا في النبي عليه الصلاه والسلام ويتهموا في يتهموا في عائشه وعمر وابي بكر وقاعدين غير ضحك الناس تضحك عليهم. شكون هذه ماريا القبطية؟ نحن قوم نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. هي السلام عليكم حبيبي السلام عليكم ماريا القبطية. شكون هذه ماريا القبطية؟ تربح السلام عليكم ميا شكون ماريا القبطية؟ واعجبهم التهتا يا ربك يعني ويبغوا الناس على بالك. وحده قالت لي اسمع اسمع قالت لي اسمع على الجبري يا رب كنت طلعت تجاوبيني على شكل الارض ما كان تسمعوا نورمال على بالها ما كان يقول لك على بها كانوا يجيبوك لي تاع مصر وهذو تاع الاخرين ولا واحد يتعلم العربيه كان يقول له ما قوم مريحين الله اكبر بهوت الذي كف يعني الجهل تاع الصح يعني واش كان يهدر كاتاستروف كاتاستروف واش كان يهدر يا ربك. وكان خالحهم كان خالحهم واش كان يك واش كان يهضر كان غير يتيري برك. بصح الرسول ماريا القبطيه ام الولد ام ابراهيم هذه هرب هرب ديرك كي قلت له الاخر نتاعو الرسول عنده عبيد خير خلق عنده عبيد. الله يا حبيبي يا رسول الله الله يا رسول الله لماذا يكذبون عليك لماذا يكذبون عليك يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله لماذا الكذب عليك بون. اللي يحب يطلع يكتب رقم 7 اذا تحل الكاميرا تاعك تكتب رقم 9 ولو كان تكتب رقم 9 وتكذب غادي نحو لك ال نحو لك ال انا بلاش كاع مساكين والو شكل الارض غادي يقول لك شكل الارض مسطحه قال لك قرام لي. السلام عليكم هلال صافا ميهو الحمد لله رب العالمين ميهو ماذا بيا تقصيني على الشكل القضيبي كيفاش داير؟ والله العظيم معليش دوكا نتايا كي طلعت عندي قلت لي هذا الكلام كاين واحد الآية قرآنية تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسبوا الله والرسول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله والرسول فيسبوا الله والرسول عدو من غير حق يعني معليش اسمع شوية لو كنت سمعك بالسيف بلا ربك غادي نسمعك دوك غادي نقول لك الرسول تاعك والله نتاعك حمير باسكو انت طلعت سبيت الور والله يقول لك في ايه قرانيه ما تقولش باسكو كون واحد يقول كلمه باسكو انا غادي نجرب بويسك انت هو اللي طلعت سبيت ماشي هذه ولا حبيت تروح تقصي الامام ولا الور لازم لك تصوم امها 3 ايام باسكو ربك راه يامرك في ايه قرانيه ما تطلعش تسب باسكو لو كان يجيب دو الله والرسول سي لافوت نتاعك يا بغل الور اني قلتها لك ميرسي وربك راه يقول لك في ايه قرانيه عقل عليها يا ايها الذين امنوا لا تسبوا اكتب غير هذه غادي تخرج لك روح سقسي الامام قول له واش نوع معناتها هذه غادي يقول لك باللي فوالا سي با ما فوت مون امي سي توا كي افيسا سي با ما فوت الله راه يقول هذا الكلام حبيبي ما على بالكش بها اما انا روح اوسع عليها الخطره الجايه غادي تتعلم تتربى كي تطلع للناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا خويا ميرسي طلعتني، تعرف شحال وانا نضموندي باش تطلعني؟ والله ما شفتك هذا وين تفضل خويا. واه باغي نسقسيك ميهو. باغ اكزومبل انا مثلا لو كان انايا نبغي نتبنى الفكر اللي راه عندك، واش لازمني ندير؟ واش من فكر خويا عندي؟ انا شوف باغ اكزومبل انايا باغي نولي نخمم كيما راك تخمم نتايا، زعما هادي تاع الرسول نكح وحدة عندها 9 سنين نيتو. كيف زعما باش يولي يجيونا هاد الافكار شي لاق ندير والله ما فهمت خويا ما فهمت ما تشوف حنا نديرو مثلا واحد مسلم
راه يسمع لي. انت معليش، انت راك شاك في الدين في محمد والله، وراك حاب تولي ملحد ولا كيف؟ شو انا نتفرج بزاف في لايف تاعك ميهو، ما نكذبش عليك. باغ اكزومبل واحد كيما انا يتفرج في لي لايف وكاع ويجوه اسئله وكاع، وش هي الحاجه اللي تخليني نخرج من الاسلام ونعرف باللي انا هذاك الدين اللي كنت عايش فيه غلط؟ وش هي الحاجه زعما لا بلو عقلك كاين واحد القاعده ذهبيه طبقها انت، يعني متاكد باللي طبقها في كلش الا في الدين. يعني انا متاكد تطبقها في الخدمه، تطبقها في اولادك، تطبقها مع مرتك، تطبقها مع يمك وباباك الله يخليهم لك، تطبقها مع اخوتك، تطبقها مع اصدقائك، مع جوارينك. بصح كي تولي في الاسلام تطبقها. واحد القاعده تقول لك الحاجه اللي ما تبغيهاش على روحك ما تبغيهاش على الناس الاخرين. كاينه وي كاينه وي، بصح كي تولي مسلم مستحيل تطبق هذه القاعده. بار اكزومبل زواج الصغيره، انا متاكد باللي انت بنتك ولا انت متزوج بواحد عندها سنين خليها 6 سنين، بصح كون نسقسيك ونقول لك واش رايك انه الله يحلل هذا الشيء ولا الرسول، غادي تسكت وتخاف، باسكو تخاف من عذاب القبر، باسكو راهم ملقينك. كون نقول لك العبوديه بايزا ملك اليمين، قول لي نو، انا مانيش حاب نكون عبد، مانيش حاب اختي تكون عبده تجي فرنسا ولا امريكا اللي عندهم قوه وقنابل ويدو اختي ولا يدو بنتي ولا يدو يما، ما نحبش هذا الشيء. بصح كون يجبد لك الاسلام ونقول لك بصح هذا عند الاسلام حق، تقول لي تسكت تخاف من عذاب القبر. نفس الشيء الضرب، نقول لك اسكو تبغي يماك اللي تحبها وتقدرها وعلى بالي باللي الله يخليها لك تحب باباك يضربها، ما تحبش. بس كون نقول لك الله ونجيب لك الايه القرانيه ونجيب لك 5 احاديث تاع الرسول وكلش، غادي تسكت وتخاف، باسكو تخاف باسكو من كنت صغير لقنوك وكلش خوفك. لا ميم شو تاع قطع اليد، واحد يسرق تقول لي نو، انا مانيش حاب يقطعوا له يده، اوكي يدخلوه السجن يديروا له عقوبه اخرى ما يقطعولوش يده، بلاك منا على 10 سنين ولا يكتشفوا باللي يعني الشهود هذوك فو. بصح كي نقول لك تجيب لك الايه القرانيه تقول لي اه الله هذا هي هذه القاعده الذهبيه. كي واحد اسمح لي غير هالجمله ونكمل، هذه القاعده كي يوصل واحد يولي راجل ما يوليش غريان صغير، يولي خاف من وهم عذب القبر وسكرات الموت عزرائيل جهنم، يتخلى منهم وينحي هذه القدسيه ويولي يخمم. نقول لك نورمال، انا هاد الصوالح زواج صغيره ما نبغيش، ولو كان كاين 40,000 رب يقولوا لي هذه لو كان ندخل جهنم وما نقبلش هذا العمل لانه قبيح يضرب الشخص الاخر، انا مانيش حاب واحد يضرني اذا ما نحبش نضرب شخص. قاعده بسيطه جدا جدا، ما تحتاج لا فلسفه لا تكون عالم لا تكون والو، تكون فقط عادل مع روحك. فهمتني؟ شغل تخدم عقلك، باسكو شغل حنا كي كنا صغار شغل داروا لنا مسلمات في عقلنا ما نقدروش نخمو فيها كاع. وي هذه كيما الهندوسي، تروح تدير الهندوسي دروه هو يشوف بول البقره يشوفوا حاجه كيما انت يا باريزم المسلم اللي مسلم سني ويعرف الدين. مثلا بول البعير كاين حديث والشيخ الفوزان يقول لك اللي ينكر هذا بول البعير راه كافر مرتد، يطبق في حد الرده. كيما ثاني الهندوسي بالنسبه ليه بول البقره كيف كيف، وحنا نقولوا لك الهندوسي يطوف بالبقره ويديروا تصوله، والمسلم ثاني يطوف بحجره ورافد الحجر ويرمي في الحجر ومشي فايق راسه. شوف يطوف بحجره ورافد حجر ويقايس في الحجر. فهمتك فقط صار اسمه له واحد المخيله ودار له واحد الفيلم براسه بانه هذاك بيس راه يرمي فيه. هو كل غبي يدور بحجره ويبقى يبكي وكلش. انا رحت تماك خلعت عندها عامين، كي رحت تماك درت العمره ودخلت وشفت بقيت شوكيت، ناس اديل كبار دايرين بحجره ويبكوا الله، ومن بعد يرفد لك حجره ومن بعد يروح الحجره يرميها بالحجر. هي في الحقيقه ميهو بشوف ما نكذبش عليك، انا تفرجت لك لي لايف تاعك بزاف وكاع، وتلاقيت في حياتي قبل انت ما دير لي لايف وكاع تلاقيت بناس كانوا يهضروا ربما نفس الهضره. بصح المشكله كاين حاجه انا مازال ما فهمتهاش. كاين حقائق في القران يعني بانت اليوم باللي سي فري هضر عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، وبانت هذه كيفاش نقدروا نكروها؟ حقائق، انت قلت حقائق، جيب احسن حقيقه بانت وتفضل. فقط 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 نتمنى انك رحت بحثت وحوست عليها وما سمعتش يوتيوب ولا سمعت شيخ، بس كون نقولها لك ما كان حتى حقيقه، فقط لانك انت استعملت العاطفه، احتكمت للعاطفة وسمعت. والله ما عاطفة ميهوب، والله راني نحكي معك بعقلي والله العظيم. خلاص شوفي، لا حبيتي اللي كتبت لي، لا حبيتي تطلعي الكونت تاعك تطلعي، بصح ونقول لهم يديروا لك متابعة عادي جدا وراه المشكل. مونت ونقول لهم يديروا لك متابعة ما كاينش مشكل وراه المشكل، بصح ما عنديش هذيك انا أفلام ما عنديش، حبيت تطلعي طلعي ونقول لهم يديروا لك
متابعة. وي تفضل خويا، تقدر تعطيني حاجة اللي كاينة في القرآن اللي كان يسمح نولي نرجف؟ لا ماشي كيسون ترجف. شوف كاين واحد كيما واحد الخطره سمعت انايا عالم الماني لقى باللي النمله سي فري فيها الزاج، وكي كل نوليو للسوره تاع والقصه تاع سيدنا سليمان في القران يقول لك كي سمع النمله قالت لها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. في اللغه العربيه قال لك التحطيم يكون غير من الحاجه اللي سي فري يكون يعني النملة تهدر. لا نحكي لك على النمله كيفاش لقاوها مبنيه، يعني أنا كيفاش ما كان والو، هذاك الفرن تحداك إلى هذا الكلام، هذا خطأ. بصح ما يسخسيك، النملة تهدر، وهدرت بالعربية ولا شنو اللغة؟ مش نتكلم على النمله، نتكلم الخلق نتاع النمله. قال لك لقاو معليش فيها بصح الزاج، النملة هذه واش قالت؟ قالت ادخلوا الى مساكنكم لا نعم، يحطمنكم. وجاتك نورمال النملة تهدر. باغي خصنا غير الكلمه تاع التحطيم برك. التحطيم يعني في اللغه العربيه يقول لك اذا تحطيم، التحطيم كون نروحوا للغه العربيه، كون نروحوا للتفسير تاع الايه نلقاو التقصير. والله ما فهمت معليش تسميهم. وي دوك نفهم، باسكو انا نقول لك باسكو الاعجاز العلمي هذا اللي يهضروا عليه ماشي اهل السنه والجماعه. باسكو اهل السنه والجماعه ما يقدرش يقول لك اعجاز علمي، لانه اهل السنه والجماعه مجبر انه يستعمل السلف الصالح في تفسير القران القرآني، ولا هذو المؤولين، ولا اللي يقول لك باريزم هذو لازم يفسر من راسه، لازم يقول لك تحطيم التحطيم، ويتكلم على التقصير وتقصير هذا الشيء هذا. بصح كي تروح للطبري وابن كثير ما غاديش يتكلم على التقصير، مانيش عمكم تجيبوها لي. لا بس هذا عالم ألماني هو اللي اكتشف هذا، كاع ماشي مسلم. تفضل تجيب لي هذا العالم الألماني واش اكتشف. والله لا نسيت اسمه، نقلت مقاله في الانترنت. انا نحكي معك صح ميهو، بلي نحكي معك صح. معليش أني عارف عالم ألماني نسيت اسمه، من جامعة ألمانية نسيت اسمها، معناها خرطي. ما أنا نعطيك ماركو حبيبي، راك تبان إنسان مليح، روح ابحث جيب لنا الخطرة الجاية المصادر، وطلع معايا كي يكونوا عندك المصادر ونقصروا عليها. المهم صحيت ميهو، طلعتني خويا، ميرسي حبيبي. وانا ما نسبك ما والو، شوف انا مسلم والحمد لله، وما نسبك ما والو، كل واحد حر في نفسه. ما كاش مشكل. والسلام عليكم، صحيت خويا. شكرا على الاحترام تاعك وبرافو عليك. كانت مشكل، كانت مشكل. السلام عليكم، روح حوس على هذه لك حبة. صحيت ميهو، راني هابط خويا، صحيت. ما كاش مشكل، ميرسي يا خويا، انسان محترم والله، غير يعطيه الصحة، ما إنسان ما شاء الله عليه، اللهم زدنا ناس بزاف كيما هكا في الجزائر يكون عندهم محترمين. إلا بغيتي يدير لك متابعة من دبر راسك، باسكو كي حبة الكفار. وي جز، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي حس، تسمعني ولا لا؟ تفضل دروك، واش حبيت؟ هذا الموضوع يعني وش الموضوع؟ الحاد، الحاد في الجزائر صح؟ انتشار، انتشار الحاد. قال لك اخويا ما انا بالنسبه لي ما كانش منها، ممكن واكين ممكن واحد في المليون يعني تقول. وي غادي نشوفوا، انت درك واحد الخمس دقائق تخرج من الاسلام تولي ملحد. كيف يخرج بالاسلام يعني؟ انا الحمد لله راني مسلم ومرتاح ولله الحمد، كيف يعني نخرج من الاسلام؟ دوك خمس دقائق نخرجك من الاسلام، دوك نقرا عليك واحد مستحيل مستحيل تخرجني من الاسلام، ولو تجي معاك الشياطين الانس والجن. اما لا غمض عينيك من فضلك. لا لا ما نغمضش عيني، راني نسوق، لو كان مانيش نسوق نغمض عينيا. لا غير تسوق ما تخافش، السياره غادي تروح وحدها، غمض شو عينيك وغادي خمس دقائق غادي تولي ملحد. لا 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 ما نغمضش، لو كان جيت ماني نسوق نغمض لك عينيا، وما تقدر دير والو باذن الله. يعني واش تكون انت باش تخرجني من الدين يعني بصفتك من؟ انا غادي نحط يدي. المعلومات نعرفوك بصفتك من انت؟ معليش اسكت غير 30 ثانيه غادي نحط يدي عليك. لا ما شاء ما لك ما خرب ده. ابراكا دبرا، تعرفها ابراكا دبرا؟ خلاص رجعت ملحد انا ولك. خلاص لا اسكت يا اخي، راك تهدر راك تقاطع لي في الكونسنتراسيون. لا عندك والو، نهضر ولا ما نهضرش لا يتغير شيء، ما تخافش ما تخسرش كاع راسك. راني كل يوم نخرج عشرات من الناس من الاسلام الالحاد غير بهذه الطريقه، وانت تجي تقول لي ما كاينش منها غير عشرات. هذا خرطي، هذا راك تخرط. ها الناس تخرج من الاسلام باش بهذه الطريقه يعني تاعك، ديجا راك تكذب، فهمت؟
يا رب تعلموا عائشة والرسول. ما عندكش دليل كيف حتى كيف يخرجوا الناس بالإسلام وعلاش السبب؟ ليش بهذه الطريقة يعني؟ أنت لو جات أيدك تخرجهم من الإسلام لا خرجتهم كاع، ولكن راك تكذب غير راك تخرط. معليش، ما هو شكل الأرض؟ كيفاش؟ ما هو شكل الأرض؟ شكل الأرض؟ مسطحة أم كروية؟ كروية. خرجت من الإسلام. هل الكرة الأرضية تدور على الشمس ولا الشمس تدور على الأرض؟ العكس صحيح. وشنو العكس صحيح؟ الشمس تدور. الشمس هي تدور على الأرض. هذا خلاص خرج. خرجت. أنت خلاص هاك تخرج الإسلام. خرجت من الإسلام. الشمس تدور على الأرض. أو لازمك تخرج من الإسلام، لازم النية. لازمك تدخل تعوم في لابيسين، ولازمك باش تخرج من الإسلام. رجعت أخاف أخاف على بالكم والله، لا ميت في الخوف. أنا أقول لك كنت خليني كنت تركز معايا وتحبس السيارة وتغمض عينك. لا ما نقدرش نحبس، أنا راني خدام. أنا لو كان تحبس دقيقة من بعد وكان بعد يا أخي يا أخي يا أخي ما خلينا من هذه الغوب الأخرى. أنت غيرك تخرط. والله أقسم بالله، اللهم والله راك تخرط، غير راك تخرط، ما كان شيء حتى الشيطان. ونستعمل الإسلام، فما بالك أنت عبد يعني ما عندك حتى قوة باش تخرج ناس من الإسلام. اسمع، ونستعمل النصوص نتاعكم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ياسين والقرآن. غمض شو عينك شوية وحبس السيارة غير دقيقة، الله يخليك. مستحيل، أنا في الطريق وعندي واتيو. ما اسكت غير ثانية، خليني أقرأ عليك آية الكرسي ونرش عليك شوية ماء، شو نجيب شوية ماء. أقرأ نسمعك، أقرأ سمع لنا صورة الكرسي. معليش، هل كم كان سن عائشة لما تزوج بها الرسول؟ ما نعرف، ما عنديش معلومات. 9 سنين، 6 سنين هو 51 عام. الله أعلم. المهم آمنوا بالله ورسوله، ما يهمنيش نعرف وقتاش عائشة وهذيك ما حول، المهم مسلم. هل كان الرسول يتوضأ لما كان في مكة؟ هل كان يغسل يعني ولحه؟ ولا كان فقط يستعمل 3 حجارات 13 سنة؟ الأمور هذه أنا ما ندخلش فيها. هل تعرف بئر بوذا؟ كيف؟ حاكمين من المصرين على صراط الصراط. هل تعرف ما معنى بئر بوذعة؟ لا. هذا البئر كان فيه الخنز وكان الرسول يتوضى منه ويشرب منه. ما تعرفوش؟ تعرف هل تعرفوا ماين شكون زيد بن حارثة؟ زيد يلا اكذب زيد اكذب شوية خربط علينا خربط. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نعطيك 20 سنة في التيك توك إلى خرجت واحد من الإسلام. أنت اتصل بي نعطيك واش حبيت. لا أنا خرجت واحد والله العظيم. والله لا تفلح بشيء. والله اللي يسموهم يهب وشامة خرجتهم من الإسلام. أقسم. لا 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 لا. والله العظيم لو واحد يسموهم يهب وشامة خرجتهم. خرج واحد جاهل، بلاك واحد خرج جاهل ما يعرفش الدين تاعه وإيمانه. هذه غلطني فيها. ممكن الإيمان يكون ناقص ولا رايح فيها مقودة عليه كراحياته، يقدر ممكن هذه ما نقولوش لا. هذه غلبتني فيها، بس كيف ما جاتك نورمال يعني ما تعرفش لما بسم الله الرحمن الرحيم لما قضى زيد منها وطرى زوجناكها، صدق الله العظيم. لا 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 ما نسمعش بي، أنا ما نعرفش هذا، ما كاش قرآن. هذا الرسول تزوج بالزوجة تاع ولده، ما على بالكش زيد بن الحارثة ما على بالكش. لا 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 ما تحكيليش الأمور هذه، وأنت وكيفاش واش رأيك أنت الناس اللي راهي تدخل في الإسلام بالآلاف؟ ما كاش ملحدين. ماكاش كيف كتبوا عليك؟ شوف أنا نعرفهم، أنا في أوروبا نعرف ناس دخلوا في الإسلام. شوف نحط لك دروك واحدة مسلمة طبيبة تقول لك في الماريكان سنويا 100,000 واحد يخرج من الإسلام. مستحيل، كذب 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 كذب. وأنا نجيب لك اللي دخلوا في الإسلام، جيبهم لك وراحوا العمرة ويحمدوا في ربي وقال لك وين كنا وين. تهضر على ماري لوبا هذيك وين تدخل في الإسلام. هذه نقول لك انت والله لا تربح شيء من هذا الشيء يعني. انا اعطيها لك انا يعني. انا كيفاش يدخل؟ معليش كيفاش؟ لا والله لا تربح شيء، ويجي النهار ممكن ان شاء الله تندم وترجع للطريق. انا ما نقول لك شيء. لا ولا نرجع للطريق نولي كيفك ما نعرفش يعني. نقرا لك ايه ربك، نقرا لك ايه قرانيه نتاع زيد باللي الرسول تزوج بالزوجه تاع ولده ما تعرفهاش انت مسلم. انا ماشي كي ما نعرفهاش، راني مش مسلم، راني مسلم والحمد لله، امين بالله ورسوله. معليش شكرا، راك مسلم صلي برك بزاف عليا الحمد لله، واش نزيد فوق هذه؟
والامور الواحد يعرف دينه ويسقسي على دينه حتى يعرف المعلومات هذو. اما باش تجي تقول لي ما نعرفش هذه مانيش مسلم راك غلط في هذا، لانك مسلم عن جهل ما تعرفش الدين. لا 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 الملحدين غادي تخرج من الاسلام. لا 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 مش مسلم عن جهل، كاين فرق بين المسلم عن الجهل وكل واحد وكيفش. قل لي بسم الله الرحمن الرحيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من جهل. وأنا هذا الكلام ما أعترف به، ما أسمع به، أنا دخل يخرج من هي هذا لا يغير شيء. كلام الله أعطينا المفيد، أعطينا المفيد. واش الهدف تاعك يا زعما راك تحكي على الإلهاد؟ هدفك هدفك قال لك قال لك كلام القران مسلمين ما يكتبوا لك تحت، قال لك يهديك ربي، قال لك هذا قران وقت تقول لي هذا ما تبعش هذا الكلام. ما على باليش انا، ما سمع ما نعرفوش ما نسمعش به. عرف عتل بسم الله الرحمن الرحيم، عتل بعد ذلك زنيم، صدق الله العظيم. هذا كلامك ينطبق عليك، انا ما نسمعش به ما نعرفوش. لو كان جيت نسمع به نقول لك نعرفه، ما نعرفوش حتى نكون بريء من هذا الكلام اللي راك تتكلم. هذا الله الله هذا الله يسب الوليد مغرق يقول انت متكبر وتقحبه. الله في القرآن آية قرآنية هذه. كيفاش؟ الله يسب الوليد بن المغيرة، الأب تاع خالد بن الوليد، يقول له أنت متكبر ود القحبة. آية قرآنية هذه. الله يهديك. الله يهديك. آية قرآنية يعني نقولها لك ونتحداك تروح تحوس عليها وتعاود تولي. لا ما نحوش عليها مرة، راك تخرط ونقول لك حاجة راك تخرط، غير راك ما كان والو. الناس هم يتبعوا فيك يحبوا يشوفوا واش كاين، وخلاص كاع مسلمين الحمد لله. المرتد على الدين باش بهذه الطريقه بالخرطي تاعك، فهمت؟ الواحد كي يرتد على الدين ماشي يقول لك انا ارتد على ردت انا على الدين، ما تبعوش تعرفوا. معليش تعرف الايات اللي كلاتهم المعزه؟ يا الكلام هذا راك غير راك تهضر منه يخرج منه، مانيش من متبع فيه، مانيش نسمع فيه. ما على بالكش بهذه يا خويا. من انا سالتك واش الهدف تاعك انت، يعني واش هدفك انت في التيك توك هذا؟ باش درت كيما انت راك تتمتع بهذا الكلام و وي وي باسكو انت تتمتع. انا بالي عنده تنافر معرفي خويا، ما عندي حتى فايده انا باش انت يا تتعلم الدين تاعك، يعني معلومه بسيطه ما تعرفهاش، يعني شوي ديزوليا. يعني لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ايه قرانيه ما تعرفهاش، زيد بن الحارثه ما تعرفوش، ماهيش حاجة صعيبة ولا فاهمين، مانيش نطلب منك تعرف كلش. مساء الخير. مساء الحب والنور والياسمين والورد. واش راك الأخميه بلباس؟ نحمد الله ونشكره يا فارينة. الحمد لله. أنا حبيت برك نتناقش معك في واحد الموضوع، بصح أولا قبل ما نبدأ نهضر، قبل ما نبدأ نهضر قبل لازم نعرف على روحي شكون أنا وكيفاش حتى عرفتك ومنا باش نهضر. هيا تفضلي عرفيني، عرفي نفسك. شوف انا عرفتك من اللايف تاع ماريا، تاع ماريا كنت نتبعها في البديه تاعها، ومن بعد كي لقيتك تفتح لي لايف جيت لعندك في اللايف، نجي عندك هكا نشوف واش راكو تهضروا. شوفوا على كل حال انا حبيت نقول لك هسه، رغم انك شغل تسب في الدين وتسب في الرسول ومننا، بصح كاين نقطه ايجابيه درتها، انك خليت انا واحده من الناس خليتني نخدم عقلي في امور. فهمتني؟ خليتني نخدم عقلي في امورك، تسمع فيا. وي اكيد تهمتيني، بصح ما كاينش مشكل، من بعد نطالبك بالدليل. معليش بصح حبيت دوك انا واش حبيت نعرف، انا حبيت نعرف الى انت راك تبحث على الحقيقه كيمي وكيما اي واحد، ولا عندك راي ولا عندك فكره حاب تنشرها؟ انا وي غادي نجاوبكم بعدين جاوبيني، باسكو انت اتهمتيني بحاجه، والانسان اللي يتهم واحد لازم يكون عنده ادله ولا يعتذر. انا الحقيقه في الاسلام ماشي بحث عليها، انا نعرف الاسلام. الاسلام يعني الاسلام اشياء فيه ثابته، ما نهضر لك على الاسلام السني اللي ما فيه حتى نقاش، مثلا كيما نكاح الاطفال، ضرب المراه، عبوديه، قتل، قطع اليد. معليش ما نكمل تقطعنيش. بيان سور. كيما انا سمعت لك غير غلق المايك وما نحبش سماع صوت الاطفال، سماع صوت الاطفال ممنوع في التيك توك من فضلك.
بعدي شوية على سائر الأطفال. هذا الصوالح هذو مفروغ منهم، الآيات اللي حكيتهم لك تاع زيد مثلا، إنه الرسول تزوج بالزوجة تاع ولده بتبني، امرأة مؤمنة وهبت نفسها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم. يعني هذه الآيات الإجرامية، السب والشتم، إنما المشركون نجس، عتل بعد ذلك زنيم، يلهث كالكلب، قردة خاسئين، كالأنعام يحمل أصفارا كالحمار. كل هذا الكلام، هذا البذيء اللي موجود في القرآن بلا ما نهضرلك على السنة، هذا يعني خليني نعرف الدين مليح مليح. والدين هذا مستحيل، الدين الإسلامي هو كما التقية اللي يعرفوا ان تخرج هذيك التقية مستحيل، انك انت حتى تموتي ما تروحيش تلحسي هذيك التقية، هذيك التقية اللي تقيتيها مستحيل تلحسيها، كما هكا الإسلام اللي يعرفوا. الو رمضان، ماني جاوبتك وكنت صريح معك. سؤالي، انت قلتي كنت تسب في الله والرسول، تقدري تعطيني مثال اني سبيت الله والرسول من فضلك؟ دوك نقول لك، وقتها سبيت الله نهار اللي طلعت مع هذيك الطبيبة وهدرت على بول البعير، ومن بعد هي استفزتك بالهضرة، سبيت وقلت لها بلي إله إله خنزير، صح ولا ماشي صح؟ معلش، إله يحلل نكاح الأطفال، هذا إله خنزير ولا لا؟ دقيقة دقيقة، ما أنا مانيش ندافع على الفكرة، أنت قلت لي وقتاش أعطيني الدليل نو بلي نو سبيت بصح الله. نو نو بصح سبان لازم نهضروا لا فيريتي، بس لازم إيه؟ تكوني، لازم تكوني اول شيء. مازال راح نجيب لك السبان من عند الله، الا مليح ولا مش مليح. معليش بس انا معليش، قلت الله اللي حلل نكاح الاطفال هذا خنزير. اسكو تي داكور معايا اللي واحد يحلل انه بنت 6 سنين تتزوج ويدخل عليها واحد 50 سنة كيكون عندها 8 سنين 9 سنين، هذا خنزير وهو ولا لا؟ شوف، هذه الهضره راني متفقه معاك فيها، ولكن خليني ما ندافع على فكرتي انا فين، وانت كما قلت الحجه على مش من ادعى، صح؟ صوفا صوفا قبل ما نبدا، نعم قولها لك ديريكت. الا انت ماشي من اهل السنه والجماعه، من فضلك هبطي باحترام، باسكو غادي لا نقول لك. لا 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 معلم، سنية. لا لا غادي نعاود، غادي نعاود، اسمعي مليح، اسمعي مليح. الا انت ماشي من اهل، باسكو بزاف ناس يقول لك انا سنيه، ومن بعد كي نعطيه نقول له ايه قرانيه يقول لي ماشي المعنى تاعها هكا، كيفاش عرفت؟ يقول لي انا فاهمه. باسكو اهل السنه والجماعه عندهم مصدر، عندهم منهاج، والمنهج تاعهم يتم مصادر التشريع، صافي دير القرآن، القرآن هما ما يفسروش وحدهم، كي تكون آية قرآنية يروحوا يشوفوا تفسير الطبري، ابن كثير، البغوي، القرطبي، السعدي إلى آخره، عندهم الأحاديث الصحيحة، وبعد عندهم الإجماع. ما يقدرش هو يقول لك هذا الكلام، إلا ما كاينش من هادو تاع أهل السنة والجماعة اللي هما 98% مسلمي الجزائري اللي هما 1.5 مليار، ومن مؤول هبطي باحترام حسن وخليني نحترمك. اذا انت من اهل لا السنه لا. والجماعه تفضلي هضري كما حبيتي. لا 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 لا، انا من اهل السنه ومن اهل الجماعه ومسلمه ومسلمه بالوراثه، وبحثت على الاسلام وعرفت الاسلام، وجاتني واحد الوقت حتى انا كي كنت في سن المراهقه حوالي يعني 14 15 عام شكيت في الاسلام، ويعني انا نهضر لك الصراحه شكيت في الاسلام. وشنو واش الحاجه اللي واش الحاجه اللي شكيتي فيها في الاسلام؟ اول حاجه تعدد الزوجات. ايه واش لقيتي من بعد الحجر؟ معليش، وكيفاش حليتيها من بعد هذه؟ ما كانش تعدل. لا ما حليتهاش، دقيقة دوك نكمل لك واحدة واحدة. أنا واش قلت لك؟ أنا قلت لك أعطيني فرصتي ونسمعك وتسمعني، ماشي وي وي فرصتي باش يكون الحوار شيق. معليش، أنت شكيتي في تعدد الزوجات ومن بعد كي حوستي لقيتي كاين تعدد زوجات، ولا لقيتي اكسبليكاسيون لوجيك راسيونال؟ كيفاه؟ ما فهمتكش، ما فهمتش السؤال تاعك. دوك نفهم، أنت ياش جاك شك، ومن هذا الشك تعدد الزوجات اللي شفتيه شيء غير عادل، باسكو ربعه ما تساويش واحد، واحد ما يساويش ربعه. نعم هذا ظلم واهانه للمراه انه تقبل انه راجلها يروح يرقد معاه غدا، ويرقد معاه يكون يرقد معاه هذيك وهي راقده وحدها، الزوج اللي هما متقاسم معاه وتعاشر معاه ويكون دائما معاها في السراء والضراء تقاسمه مع امراه اخرى، هذه اهانه لها. انت لقيتي باللي هذه حاجه ماشي نورمال واهانه، بعد رحتي بحثتي واقتنعتي، شنو هي الحاجه اللي خلتك تقتنعي في هذه القضيه؟ وشنو الحاجة يعني مش الحاجة المنطقية العقلانية ولا العلمية اللي خلاتك تلقاي باللي هذا نو no. هذا مشي غلطة، هذا كلام إله وهذا كلام صحيح. صح، ممتاز، سؤال ممتاز. أولا الحاجة اللي خلتني نقتنع بأنه ممكن يكون زواج تعدد تاع الأزواج هذا ممكن يكون يعني شيء منطقي، هو أنه عنده أسباب. تفضلي، شنو الأسباب؟ عنده أسبابه. تحب نهدر لك وشام يقولوا في السنة، ولا وشام يقول ربي في القرآن، كيفاش تحب؟ أنا على بالي واش يقول في القرآن، أنا مضام عندي 30 عام وأنا في الدين كنت نصلي بالناس، وعلى بالي بهذا القرآن. معليش، قل لي وشام يقول ربي في القرآن. مضام بريميرمو، أعطيني إكسبليكاسيون على ربعة، على ماشي خمسة،
على مشي 13 بس كنت روحتي حوستي سمعي مليحه انت روحتي حوستي وانسان كي يروح يحوس يخرج من الدائره هذيك بابا ما كنتش تسمعي فيا لا لا نسمع فيك نسمع فيك حجب تبارك المصحف باش نقرا لك منه باش المايك تاعك باش تسمعيني ومنفر لك ركزي معايا باسكو غادي نعاود لك السؤال انت روحتي بحثتي والانسان كي يقول روح بحث صافي دير خرج من القوقعة تاع حكمه من عند الله هذيك تاع السيطره اللي كانوا يضحكوا عليه ويقولوا له هذه حكمه وتقبلها خرج منها صافي دير باللي هو راه حوس ولقى لقى حجج منطقيه عقلانيه ولا علميه اللي تخليه يقتنع بهاتي بريمير مون راح تقولي لي علاه انت وشنو هو الشرح اللي لقيتيه في ربعه علاه ربعه علاه ماشي خمسه علاه ماشي 13 علاه ماشي زوج علاه ربعه على العدد ربعه تقولي ليش حكمه بس كنت رحتي بحثتي علاه ربعه ولا حاجه الزوجه علاه مره ماشي مع راجل وراجل ماشي مع مراه باغ اكزومبل كيما البلاد اللي عايش فيها انا مره تتزوج مع راجل والراجل يتزوج مع مراه هذا هو الحل المثالي ما نقولوش بلي احسن حل ولكن اليوم هذا هو الحل اللي فيه العدل للطرفين على الاقل علاه وعلاه المراه عطاها ربي الراجل عطاها الحق يتزوج بربع نساء ومشي المراه تتزوج بربع رجال ممتاز شوف نقولوا يقول ربي سبحانه في القران الكريم غادي نعاود في الحجج الانسان الذكي ما يستعملش القران كحجه لانه اسمه هذه مغالطه منطقيه اسمها الاستدلال الدائري باسكو انا لقيت في القران ربعه اني نامن بربعه هذا الانسان الغبي اللي يستعمل هذه الحجه يسموها الاستدلال الدائري وشنو هما الحجج اللي قنعوك باللي انت باسكو خلعتي في التعدد وبعد لقيتي حجج خلاوك قنعوك وتقولي نو هذا كلام الله ما تقراليش من القران باسكو القران على بالي واش كاين في القران واش كاين في القران على بالي مثنى وثلاث ورباع ما على بالي هذه الايه معليش قراني انت تقدر تقولي ما نقرا لك والو تقدر تقولي لي علاه ربعه علاه ماشي ثلاثه علاه ماشي خمسه علاه ماشي 13 خليني نهضر الايه ومن بعد حبسني اعطيني دقيقه برك بلا ما توقفني ومن بعد ساهل من بعد علق كيما تحب وتفكر باللي وتفكر حاجه انا قلتها لك قبل انا كي طلعت في اللايف غادي نعاود السؤال تاعي مضم اكي موافقه باللي هو التعدد ربعه مثنى وثلاث ربعه ولا ما كاينش داكور في هذه يا اخي الكريم انا راني موافقه غادي نعاود السؤال تاعي اسكو راكي موافقه باللي في التعدد كاين ربع نساء الراجل عنده الحق يتزوج ربع نساء نعم ام لا كي نجاوبك تفهم نو ما تجاوبنيش على هذه جاوبني على هذه ومن بعد حلي اسكو راكي موافقه باللي الراجل عنده الحق يتزوج ربع نساء وي ونو معليش خليني فهمك نو غادي نعاود اخر مره اما لا غادي نهضر موافقه خليني فهمك الان قبل ما تقرا لي القران بعد اقرا القران علاه ربعه علاه ماشي خمسه علاه ماشي زوج علاه ماشي 13 علاه العدد ربعه ممتاز اما لا انا واش رايك لو كانوا نقول لك باللي قادره تكون اكثر من ربعه وقادره تكون اكثر من خمسه وقادره تكون اكثر من سته والاجابه راح نجاوبك من القران يعني لو تسمح لي يعني معليش بالتفسيره ماشي انت تفسري لي معليش انا راني شوف انا راني معك للاخير انا راني معك للاخير ونزيدو نتناقشوا في ملك اليمين ونزيدو نتناقشوا في ضرب الاطفال وكل شيء الى حبيت يعني الى حبيت الى عطيتني فرصه باش نهضر وما خليتني نهضر عادي سيدني ديرني غبيه وقاعده نضيع وقاعده نهضر راكي استعملتي لي نص ساعه علاه ربعه علاه ماشي زوج علاه ماشي خمسه علاه ماشي 10 جاوبيني هذا ما كنتش النص ساعه استعملت انت يا مهوب ماشي انا بون غادي نعاود السؤال تاعي علاه ربعه علاه في الاسلام يقول لك الراجل عنده الحق يتعدد ربعه في الاسلام السني علاه ماشي زوج الحق حتى سته ايه سته سبعه راك حتى تعرف هكا علاه ماشي ثمانيه علاه ماشي 10 ممكن ربعه ممكن خمسه ممكن سته ممكن سبعه لو كنت تخليني نجاوب تعرف الا تقعد تهضر نسكت ما فهمتش يعني في الاسلام السني الراجل عنده الحق يتزوج ست نساء ربع نساء انا نقول لك تعدد مانيش نقول لك يطلقهم ويزيد يتزوج انا نقول لك تعدد يجمع بين اربعه علاه خليني نضرب روحي بحجر الا تخليني نهضر يا ميهوب بازي تفضلي الا تخليني نهضر على بالك صح شوف الاخ الكريم اول حاجه باللي مانيش محتاجه نقول لك باللي الوقت هذا وقت الرسول ووقت الصحابه ماشي كيما وقتنا درك هذه على بالك باها هذه وباللي الاحداث اللي كانت صاريه في الوقت هذاك ماشي نفس الاحداث اللي كانت صاريه في الوقت هذا تما هذه على بالك باها حبسي هنا قدرتي الدعاء شكون اللي قال هذا الكلام باللي كلام الله في التعدد ما هو صالح اليوم وصالح هذا الوقت اعطيني في اهل السنه والجماعه كيفاه انا قلت هذا الشيء انت قلتي قلت الوقت غير الوقت وي شكون اللي قال الوقت غير الوقت معليش تسمعي
كل اللي قال من أهل السنة والجماعة موجودة في القرآن في السنة ولا في الإجماع؟ شكون اللي قال الكلام؟ يا بيهو بلا تؤول وما تقولنيش ما لم أقل. أنا قلت باللي وقت الرسول غير وقتنا، ما قلتش القرآن غير صالح لكل زمن ومكان. ما تأولش هدرتي، الناس راهي شاهدة في الكومنتير. إلا أنا قلت وي غادي ما كانش مشكل. شكون اللي قال مدام باللي وقت الرسول مش كيما وقتنا فيما يخص قضية التعدد؟ شكون اللي قال هالكلام؟ انا ما قلتش فيما يخص قضيه التعدد، انا بصفه عامه الوقت غير الوقت هذا بكري كيما دركا وكعمل ماشي. انا راني نتكلم على التعدد، على تتكلمي لي بصفه عامه. راني نتكلم نقول لك علاه الوقت غير الوقت يا اخي الكريم، لانه في الوقت هذاك كانت الناس تخرج تجاهد في سبيل الاسلام. دركا شكون اللي راه يجاهد في سبيل الاسلام؟ وهاني قلت لك هذو كذابين. ماهيش معنى انا غادي نعاود، انا نهضروا على التعدد. اسكو راكي تهضري على التعدد الوقت هذاك مش كيما الوقت هذا؟ اسكو هذا واش راكي تقولي مدام؟ فتحي المايك تاعك. نعم اكيد الوقت التعدد تاع الوقت تاع الرسول ماشي كيما التعدد تاع الان. حبسي ديري نقطه وجيبي لي المصدر. شكون اللي من اهل السنه والجماعه العلماء؟ شكون اللي من اهل السنه والجماعه مدام؟ مفتوحه قلت سمعوا. معليش شكون العلماء؟ اسكو هذا الكلام اللي تقولي فيه نوجدوه في القران في السنه ولا في الاجماع؟ من فضلك الا موجود في القران. شكون اللي قال؟ فضلي شكون اللي قال بهذا الكلام؟ تلقاه في القران اخي الكريم. بعد ما تخليني نقرا الايه وتسمع جوابي دوك تعرف. الا ما خليتنيش خليني نهبط. قول لي قول علي سقمي الانترنت تاعك وعاودي طلعي مدام. حاولي سقمي الانترنت تاعك راكي متاخره. سقمي الانترنت. اسمع رفيق وشنو به رفيق؟ اسمع رفيق والله غير طفرت فيها. روح شوف في الاكس وشوف في تويتر وكلش شحال راهم بارطاجين لفرنسا والاخرين تاعهم. غادي تسمع ليه بالك اليوم ولا غدوه تسمع في التلفزيون بالتهديدات تاعو اون فرونسي. الا صرا له كيما الامام التونسي دوك تشوف فيه يعرفها. والارهاب الاخرى تاع الارهاب فوبيا ماهيش حاجه على بالك في الاوروب. سي با كيكو شوز كي ماهيش لعبه في التهمه تاع الارهاب انك تقول واحد نقطع لك راسك في الاوروب. مش كيما الجزائر تقدر تتجاوزها ولا تقول في الاوروب تقول واحد نقطع لك راسك على بالك وشنو هي؟ راهي كي شغل هذيك تاع 2000 الان تاع نيويورك كي ولاو يرفدوا في الناس من بارتو. ابي ها مقلق دوك تشوف يعرف. هذه تصرى له اكثر من تاع الرسول. الرسول وما حشوها له وجاو الناس وقالوا له ما سبيش الرسول وطلعوا معه. هذه ماشي كيما تاع الرسول. انا نقول لك خويا سي با ما فوت مريض وعلاه يتحمل المسؤوليه تاعو. بونسوار جاك. بونسوار ميهو. بصح انا ميت بالضحك. سقسيني ميهو سقسيني. انا كش ما كان مسلم اهل السنه والجماعه. اتفضل سقسيني على 4 عام شي 5 شي زوج داكور دوك نجاوبك ميهو. بصح قبل خليني نهضر لك على الماكله تاعي اللي نحبها كاع. انا نحب الطعام ميهو. راك تعرف الكسكس كما يقولوا له. اي حبه تطلع باباكش. بس باينه بلي كوراني دوك نفهمها دوك نعاود نقولها. اسكو من اهل السنه والجماعه دوك نفهمها سيد فهمها جاك. انا بسكون ما نكذبش عليك هضرت بزاف اليوم. هادو اليوم راني ندير بليزير لصحابي. البارح قضيتو عند نوح واللي مقضيتو عند داليا باسكو شوي اوبليجي حنايا اللي شفتك وي انا راني نديرها اكسبري جاك باسكو باش نطلع لهم اللايف سيرتو داليا. الا كاين واحد ديزيرفيت رحنا عند عادله وزدنا رحنا عند ماريا. قالوا جيتي اوبليجي باش البارح نروح نوح واللي رحت عند داليا باش نكمل هذه. راني ميت مدام فوفا. شوفي الانترنت تاعك دروك كيفاش راهي. هاي مليحة كنت تسمعوا ولا ما ولا عيانة؟ يعني عيانة غادي نسبد البلاصة. معليش سبد لي البلاصة. مشكلة أنا جامي دارتها بيا الإنترنت اليوم. أصبر هكا مليحة. وقيلا مانيش عم ماكش متأخرة. مليحة هكا. غادي نتفاهموا قبل من هاجي. أسكو أنت من أهل السنة كنت تسمعوا. مدام أسكو تعرفي وشنو أهل السنة والجماعة؟ من اهل ما عرفوا شنو اهل السنه والجماعه. مدام يا اخي انت بفمك قلت بلي 90% من الجزائريين من اهل السنه والجماعه. غادي نفهمك
نعم 90%، ولكن ماشي اوتوماتيكيا الشخص يهدر. مدام كي تقولي انت بار اكزومبل تقولي هذاك الوقت فهذاك وقت وهذا وقت، هنا ما تقدريش انت تعطي رايك، هنا ما راكيش اهل السنه والجماعه. كي تقولي هذاك الوقت وهذا الوقت لازم تقولي شيخ، معليش لازم تقولي يقول مثلا ابن المنذر نقل عن الاجماع في المذاهب الاربعه ان هذه الايه ولا هذا الحكم صالح هذاك الوقت. ما تقدريش تقولي هذاك الوقت كانوا حروب اذا نستنتج انه هذه الايه، هنا تولي قرانيه وتولي مؤوله، هذا يولي رايك. اهل السنه والجماعه كي يهضروا يقول لك بلي فوالا ها المصدر تاعي، ما يقولكش كاين آية قرآنية وروح نفسرها لك، يقول لك كاين آية قرآنية، يقول لك أوكي كاين آية نقراها لك، وهو التفسير تاع الطبري، ها واش يقول ها واش يقول ها واش يقول، وإلا أنت مؤولة قرآنية. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ممتاز. لا 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 مانيش مؤولة حاش، اسمعني خويا أنا حتى العربية تاعي ما ترتقيش لدرجة أني نأول القرآن. تفضلي، وين هذه فهمتني؟ ما معليش، وين مكتوبة باللي في الإسلام واحد يقدر يعدد سبع نساء؟ صح معليش، ربي سبحانه في القرآن الكريم ذكا هما أغلبية الآية يبدأوها من الوسط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، صح. ولكن قبل الآية ربي سبحانه واش يقول؟ يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. واش علاقة الإقساط في اليتامى بنكاح الزوجات؟ ممكن تعاود ترجع يا أخي. شكون اللي يقول؟ تفضلي الآن راكي جبتي آية، الآن روحوا شكون المفسر اللي يقول هذا الكلام؟ كيفاه المفسر؟ هاي مذكورة كيفاه واش من المفسر؟ ما فهمتش. أصبر ما فهمتك. أكيد سمعي فيها، أكيد سمعي فيها مثلا. راني نسمع بس ما رانيش مفسر يا أخي الكريم، راني نقرا فقط. كاين واحد الآية تقول إي ما فيش مشكل، كاين واحد الآية تقول تبت يدا أبي لهب وتب. تعرفيها؟ وي نعرفها. شكون هو أبو لهب؟ أبو لهب هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. شكرا. مكتوبة في القرآن بلك أبو لهب عم الرسول؟ لا ماهيش مكتوبة في القرآن عم وين الرسول. وين مكتوبة أنه أبو لهب عم الرسول؟ ماهيش مكتوبة. إحنا وين مكتوبة؟ في القصص النبويه وفي السيره النبويه. ماشي تخيبي يعني باش تفهمي ايه، باش انت تفهمي ايه وتعرفي شكون هذا ابو لهب اللي يهضر عليه الله، ما تقدريش تفهميها كي تستعملي القران. تروحي تقراي التفاسير في التفاسير مكتوب قرانيه. انا الان إما لا تشيكوا الى لست قرانيه، جيبي لي التفسير الذي يقول ان الرجل في الاسلام عنده الحق يتزوج اكثر من 4 نساء. جيبي لي التفسير اللي يقول هذا الكلام. عطيك حاجه خويا معليش جاوبني، شحال مدام على بالي تحبي طعام، انا نحب ما نحب طعام. جيبي لي التفسير اللي يقول انه اللي يقول يستعمل ايه ويقول لك ان الله هنا في هذه الايه يحلل للرجل المسلم، يحلل للرجل المسلم انه يتزوج 5 6 7. جيبي لي هذا التفسير ورقم الايه. واش من مفسر تحب نجيب لكم؟ كاين بزاف اللي تحبي. تفضلي. سمع تعرفت بلي كاين بزاف مفسرين ومختلفين. وي ماشي مختلفين. نو ماشي مختلفين. هو علاه كاين بزاف فارغين شغل يقعدوا يكتبوا متكاملين. هذاك المشكل تاعكم مدام. هذا الكلام اللي قلتيه دقيقه، هذا الكلام اللي قلتيه القانون الجزائري 144 مكرر 2 راكي تضحكي على المفسرين. المفسرين المعتمدين ماهوش بزاف مدام، معروفين كما مثل شيخ المفسرين ابن كثير الطبري القرطبي السعدي. كنت تقول لي ابن كثير ولا الطبري؟ علاه تحسسني باللي كاين شغل كاين بزاف نعم كاين نعم مدام كاين بزاف كاين بزاف، ولكن هادو الناس كاع معروفين عند اهل السنه والجماعه، يعني مفسرين معتمدين. شحرور باريزوم اللي رحتي تسمعتي له هذا كافر. عدنان ابراهيم عند اهل السنه والجماعه، ماشي عندنا حنايا، عند اهل السنه والجماعه. ما نسمعلوش شحرور، انا ما نسمعلوش. وي معليش خلاص ميهو براي فاهم. جيبي لي تفسير دركا اللي يقول لك الراجل المسلم عنده الحق يتزوج 5 6 7. اتفضلي. صح ممتاز. دوك انتايا يهمك كلام العبد وما خلتنيش نكمل كلام الرب، خليني نكمل كلام. مدام جيبي مدام لو كان جيتي انت مفسره يعتمدوا عليك في اهل السنه والجماعه، والله غير نسمع لك. مين انت غير مفسره؟ تسمع لي يا اخي الكريم. ما اسمع لكش ما اسمع لكش. ما كاش مستحيل مستحيل القرانيين ما نسمعوا لهمش حنا. انتوما راكم تفسدوا في العقول من الاخر، باسكو انا راني جايه نناقش فيك بالدليل وراني رايحه معاك. واش بالدليل؟ عندك دليل؟
عطيتنا آية وتفسير تاعها اللي تقول بلك الراجل المسلم يتزوج أكثر من 4 نساء. ما كملتش أخي الكريم. غادي نعاود، هذه آخر مرة جيتي تفتحي المايك نهبطك ديرك ما نزيدش نطلعك. الآن خلي المايك كيما هكا قلبي الصفحة، جيبي لنا المفسر اللي يقول المسلم عنده الحق يتزوج 5 6 7 يجمع يعني يعدد ب5 6 7 جيبي المفسر. هذا هو المنهج تاع أهل السنة والجماعة، تفهمني عليه باللي في أهل السنة والجماعة كاين القرآن والقرآن يفسر بعلم الأثر، ماشي انتيا تفسري قرآن ولا أنا اللي يفسر القرآن وحده، هذا يسموه قرآني ويسموه مؤول، ماهوش مسلم سني بكل بساطة. وعندك الحق إلا حبيتي تفسري وحدك فسري وحدك، بصح ما تجيش عندنا حنايا، روحي عند أهل السنة والجماعة ولا روحي عند الجزائر ولا قول لهم حبسوا بديروا في هذا الشيء، روحي عند مليار ونص قول لهم حبسوا بديروا في هذا الشيء. مي حنايا نتبعوا منهاج أهل السنة والجماعة. الآن ما غادي تقولي حتى آية باسكو هذه الكلام تاع قرآنيين، أنت الآن جيبي لنا مفسر يقول هذا الكلام اللي تقولي فيه، هذا ما كان. جيبي مفسر مدام، أعطينا مفسر، اسم مفسر. أشوف خويا بيه. كيف وراك تهضر مع الحجر يا ربك؟ السلام عليكم. سيد علي حبيبي، حل الكاميرا خليني نشوف وجهك. سي ميهوب يا، حل الكاميرا خليني نشوف. سي جاك يا، ايوا راك الله صافي بليزير على بالك. اي بيان، ولا غير منكم نتوما اللي ديكوفريت حاجه دركا. واش ديكوفريت؟ والله غير ديكوفريت حاجه دركا قسما بالله العظيم، غير فرحت على بالك. اي بيان، حل الكاميرا خليني نشوف وجهك. فرحتوني. قول لي وشنو ميهوب؟ قولي وشنو؟ ها راك شامها ولا ما راك شامها؟ اخويا الله يهديك، هذاك انا راح. وي انا حبطت ومانيش حاب نعرف واش ديكوفر علينا اليوم. شكرا سيد علي، ما تروحش ان شاء الله. انا جاك، انا قلت لك مانيش حاب نعرف واش ديكوفر. عنده 200,000 متابع، خليتني نطلع حتى ال 2000 ومن بعد نهبطوا. انا خليتي حل الكاميرا جاك، خليه انا، خليه هي هبط عليا انا ولا يدير عليا انا، لا ديكوفر على حاجه عليا ماكاش مشكل جاك. انا راني كيما يقولوا كيما اوبن، انا لو كنت هبط جاك مانيش عارف. لا او جانا سي اي. السلام عليكم. انا راكم لاباس؟ لاباس، اوكي. نوت باتسوسي. أمورا، أمورا. شوفيك قلت ياسر إسلاميين هكا خرجوا مع بليش في أمريكان. وشنو إسرائيليين؟ مش لا، مش إسرائيليين، قلت لك إسلاميين. وش بهم؟ قلت خرجوا من الإسلام، أنت تحكي كيماك. أنا نخرج من الإسلام؟ يومك شنت اللي راك تحكي عليهم؟ وش يقول هذا؟ أنا نخرج، ما نخرج من الإسلام، تحوسني نخرج من الإسلام؟ لا حول ولا قوة. تسمع أنت منين تسمع برك؟ فهمنا كلامك غير في السيد. أنت كنت تناقش في السيد، قلت له كاين إسلاميين خرجوا في أمريكان وما عم بليش، قال لك هو كاين أسلموا، راك فاهم؟ وي ها فهمتني؟ أنا فهمتك. أيوة واش حبيت تقول؟ ها ما شفتش أنت دخل الإسلام بالآلاف؟ أويلي وين هذي؟ بالملايين. وين هذي؟ كيف وين؟ الجزائر. كيف في الجزائر؟ لا مش في الجزائر، في الأوروب. في الأوروب؟ واش من جهة في الأوروب؟ في أوروبا. نوري لك أنا دروك دليل وتوري لي دليل، غادي نوري لك واحد دليل دكتورة أمريكية. شوف نقول لك، علاش نقول لك، نقول لك أنا قصة وروح أبحث عليها، راك فاهم؟ هيا قلنا قصة، بسم الله، قل بسم الله. ها قل بسم الله. شفت واحد سيد بروفيسورك في الطب؟ جاك لوفو؟ نعم؟ هذا جاك لوفو، هذا بروفيسور في الطب ويلعب الجيتار أذن. كيفاه جنب؟ هذه قصة كيفاه؟ روح أبحث عليها. هيا اوكي اوكي بروفيسور، باش نجيب ورقه وستيلو. دقيقه، ورقه وستيلو. والله العظيم
يلا نقول بسم الله. هاني جبت ستيلو بروفيسور، واش يدير السيد هذا؟ بكمت عنده بنته، وبنته في عمرها 18 سنة راك فاهم. بكمت نقدر نسقسيك حاجة قبل ما تكمل؟ خلي نكمل لك القصة، خلي نكمل باش نقنعك. اتفضل. لا يا خلي خلي نكمل. هيا اوكي. الطفلة هذه بكمت راك فاهم، راك معايا. أنا مع حبيبي بكمت. اها بكمت طلع بط دار كلش، ما لقى حتى حل، راح للجامع، راح الجامع لقى إمام. وبعدها بعث لي واش كتبت ميهوبة، بس كان مهم جدا. دكتور يا ودي غير استاذ استاذ زملي يا استاذ. هلا دكتور بنته بكمت بكمت، وهذا فاش دكتور؟ يا ودي روح ابحث عليه. دكتور بنته بكمت وداها للجامع. زيد تفضل خويا كمل. والله العظيم انت يسمى لي هضر معك نورمال، اللي يطيح لك انت تقبل واحد يطلع يطيح لك، تقبلش واحد يناقشك. لا حاشي، اللي يناقشك انت تستهزا ولا ما عنباليش ولا راك تتمهبل على الناس ولا. اقسم بالله لاني نكتب، الا حبيت نوري لك نوري لك والله العظيم لك كتبتها باش نعقل على هذه الصور. انا فيا النسيان، اللي شفتني قبيله طلعت عندي مرة، قالت لي طلعت عندك البارح، قلت لها والله ما عقلت عليك، وعندي هذه المشكله اخويا. خويا انما الاعمال بالنيات، انت نيتك خايبه اخويا. لا لا مش نيتي خايبه. منين نكتب يا دين ربي؟ هاني انا جا هاي ورقه وسكي. لا 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 مش، لا لا مش نيتي خايبه. وبعد فاكسيا جايك. اي تفضل خويا. رقاها طالب هذاك بسبته ملايين دخلت له، هذا مثال برك فهمتني. رقاها طالب وبعد ولا تشوف رقاها طالب. لا ولا تهدر ولا تهدر واخا، بس حنا ناقصه معلومات شويه. واش من جامع هذا هاني؟ وين جاي الجامع هذا؟ تعرفه ولا نسيت اسمه؟ ما كاش جوا، ما في اوروبا. نو من اسمه الجامع هذا؟ واش ما واش بلاصه جاي؟ ما كاش جوا، ما كاينه ولا كاين؟ كاين بزاف، كاين بزاف جوامع على بها. انا نقول لك شكون فيهم، شكون فيهم؟ واش زعما راك غير تعب في روحك في لي لايف، وانا عارفين كل واحد يعرف دينه. معليش معليش، مي هو بكتب جامع نساء نساء اسمه. واسمه واسمه الشيخ هذا اللي رقى ولا تهدر؟ جامع نسيت اسمه، الجامع لا نسيت اسمه في اوروبا. واسم الشيخ من فضلك؟ دقيقه في منطقه، دقيقه دقيقه في في منطقه نسيت اسمها، في منطقه نسيت اسمها. الشيخ هذا نسيت اسمه ولا تعرف شكون كيسموه؟ عمرو الشيخ هذا اللي قالها، تعرف اسمه هذا الشيخ؟ تعرف اسمه ولا ما تعرفش؟ تحب يعني بالبراف بالفيديو كلش بالصوت بالصوره يعني نجيب لك كونتاكتيك معاه يعني انت نوصل معاك لدرجه تعيط له انت ديريكت باش تقنع انت. اي قول لك اسمه. يلا عندك النيميرو تاعو؟ والله العظيم انت رحت العمر 30 سنه صلي بالغاشي. ها وشنو؟ انت اللي رحت العمرة و الحمد لله. لا لا ولكن انا ما نكذبش يا اخوي، قلت لي هذا الشيخ هذا اوكي نسيته. وعلى انت على انت ثرت 30 سنه وانت في الاسلام، في بعد 30 سنه خرجت منها، بعد درت عمرة. والله انا درت عمرة وكلش، لا حبيت توري تشوف لي فيديو تاعي الحمد لله. ما يسقسيك عمر والله العظيم لا. بالنسبه لك انت، وهذا السؤال انا نساله كاع الناس اللي يطلع، ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت، مسطحه ولا كرويه؟ انا ما عم بالي بوالو، جاوبتك على السؤال تطرح فيه على السيد، قلت له كاين خرجوا من الاسلام في الامريكان، وقال لك هو كاين في الاوروب اسلموا، قلت له لا ما كاينش. ليش يا عمر تقدر تجاوبني بالنسبه لك انت، الارض مسطحه ولا كرويه؟ والله راح نعيط تو نشوف، راح للتليفون اللي راهم اكتشفوها فهمت كيما تتمهبل انت. نتمهبل انسى انسى، اكتب ميهوب ناسا شكل الارض. انسى نسيت شكل الارض ولا لازم تليفوني باش تعرف شكل الارض؟ التليفون الغالب راح للواتساب تاع سيد. ما تعرفش كيما نحب، ما تعرفش شكل الارض لازم تشوف التليفون. الله العظيم كون شفت خدمه على روحك خدمتها، ولا كون جيت مابا تقرا في القران برك كي عاد تعرف انت رحت العمره. والارض كيف سطحت؟ هذه ايه من هو وي ايه قرانيه، الارض كيف سطحت؟
ياك ما تمنش انت بالقران يا عرفتها مسطحه ولا والله ثم تفسر في القران انت. لا لا هذا جاكي هذا جاكي يفسر انا خاطيني انت ما عندك ما عندكش اسلوب الحوار يسمى راك قلبها تفسير قران. يعني تطلع فيه لايف أه؟ معليش تطلع فيه لايف هي 2000 وما تحشمش وتقول لهم كاين واحد الجامع واحد الجامع نسيت اسمه امام نسيت اسمه في اوروبا نسيت اسمه باللي يعني راح راحت بنت باسكور قالها قاس عليها المولد فل عليها قال لها قول اعوذ برب الفلق خلاص راحت لها الاخرين ولا تهدر يعني. وهذا الشيء هذا يعني ما زالك تامن بهذيك كيفاش يسموها في غليزه عواوه ولا ترقو ولا يعني نورمال هذه القصص تاع الدراري صغار نتاع 3 سنين اللي كانوا يحكوهم الجدات نتاع كبير هكا تامن هاد الصوالح نورمال. راجل كبير كيما هكا يعني قصص تاع الدراري صغار 3 سنين عامين يا دين ربي في لايف فيها 1700 واحد راح يسجل ويتحط في اليوتيوب وكلش يعني هضره ايوه كيفك انت والله ما معك يعني قاعد طب ولعلم وقاعد نتاعو خنزير كيفك انت انت غلط على بالك على بالك انت غلط كاش ما وكلوك خنزير ولا كاش ما نكحك واحد هكا يعني خارج من المله ولا كنت في حبس هكا يداول عليك شوف هذه اقرب معلومه شوف المعلومه هذه نكحني واحد هذه على الاقل قال بلي اوكي باينه نكحو ماشي اسمه هذا على بالي بلي تخلص عليك لا 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 انت كاش ما كنت في شتك خلصت كاش ما كنت في حبس هكا في بلاد هذا خلصت عليك في بلاد خلصت عليك معليش خلصت واش راك واش راك كولور تاع السريب تاعك مرة جو جو واش راك كولور تاع السريب تاعك اللون اللون تاع الملابس الداخليه مرة سليب اختك صح نعرفو ما عنديش ما عنديش اختي انا جزائري غليزاني يقول له ما عنديش اختي القحبة بين اختك راهي ما عنديش انا غليزاني ما عنديش اختي اختك باينه هاي برا باينه اشكال انت اشكالك انت يا باش يعني نشوفوا وين نعلقوا هذا مكان باش نشوفوا وين نعلقوا الملابس الداخليه تاعك هذا بالك كتصرف 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 طالع في لايف فيها 1700 واحد ويقول لهم واحد عالم الماني قال لك ولا مش عارف اوروبيا عالم كبير يعني بنته اصيبت بالاخرى داها الجامع عند واحد تفل عليها وقالها ايه وبرات ومباهت الذي كفر وبعدها دخلوا كاع الالاف يعني اللي زي صور هذوك تاع السلام عليكم سي محمد وين زي صور يحكم يقول له قويه قويه هكذا الله اكبر الله اكبر شفت هذوك الحكايات ميهو بليت كاين بزاف الصوت عندكم محمد هذوك الحكايات اللي كان يحكيهم مومو في الصحراء السعوديه في القرن السابع كان يقول لهم لي جان عبركم البارح انا عبركم وين كنت البارح طلعت فوق بوراق وطرت السماء واش شاف عمر بن الخطاب الاخرين اي سيريو وي 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 طلعت فوق البوراق راح صليت بهم الميتان هذوك وبعد طلعت هضرت مع ربي وقال لي لازم تفرض عليهم الصلاه وهما كاع في الحومه اي سيريو مومو الله غير هكذا يا ولا غير هكذا عبرك سي اكزاكتومون سامي هو مومو لا فيريتي وعندنا امورا لا فيريتي سي انك خويا وي تفضل لا محمد يزيد فضلك واش مي هو بلا باس الحمد لله واك كيفاش حاب نسقسيك اذا عندك الجواب يعني واش هو زعما سبب انتشار الالحاد في الجزائر الوعي انت عندك الصوت تقدر تسقم الصوت تاعك خويا الصوت هو كعاده انا قاعد نسوق ما تقدرش تسوق وتهضر معنا محمد كي تكمل السوق يطلع معنا اصبر ذاك معليش كي تكمل السوق اخويا اهضر معنا ولا على الاقل نحي باسكو سي غراف هكا اخويا يعني لا سيكوريتي تاعك محمد خويا ما كاش مشكل تقدر تهضر معنا غير قاري ولا لقى بلاصه مليحه ولا عاود نطلع حبيبي ما كاش مشكل اوكي بلوني عند داليا جاك اللي يطلع يقول هاني حاب نحكي مع ميهم ما مامش نسكر نروح عند عادل على بالك راني كره حياتي البارح ثاني البارح غير واحد اللي ما حبش قالها انطلاق لاني حاب نحكي مع ارسونيك ولا ماريا قلت له بلا ربي غير تحكي معايا
انا امبارح خلطها عند ماريا جاك تاع الصح خلطها، لقيت واحد يهدر واحد الهضره مع ماريا يعني شوكو، هما يضحكوا كلش ومخرجهم على الدين وحل الكاميرا تاعو يقول لها ندير فيك ونعمل فيك وكلش. طلعت ما سبيته ما والو، هدرت له على الرسول جيستمو، قلت له على بالك هذا الكلام هذا جبته من الرسول، جبته من الرسول، النبره تاع الصوت تاعو تبدلوا، قلت له على بالي به. وبعد طلع واحد اخر زعما ثاني حل الكاميرا قال لي ما كاش العبوديه في الاسلام، بقينا نجبدوا له هذاك قربوش هذاك، مانيش عارف علاه تجيبو ماريا شوي ديزولي، مي مانيش عارف علاه تجيبو تما، جي سي با دكتور خالد ولا مازن ولا جو كومبخون، مي هذاك قلبوش مخلوع جزائري ويهضر مع الجزائري، وانا نهضر مع الجزائري وقطعت قلت له هيا غلق رب الماي اسكت على ربي، راني نهضر مع ود بلادي جزائري ما نتفاهموش، مش عارف لك تقود عليا. واليوم مازن طلع عندك في اللايف فرونسي جاك واش راك تضحك؟ قلت لك مازن طلع عندك في اللايف فرونسي طلعته؟ وي دوموند يطلع طلعته، كان عنده كان عنده كاسيون وعلى أوكي. على واحد لوجيسيال اوكي هذا ما كان شوف هذا الحمار هذا قال لي قلبوش خير منك، مش يقود عندك قلبو شي مش يقودي حمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وقالوا لي خويا اسمح لي خويا خويا غيب باسي نقطع نقول كلمة الحمد الإمام تاع البارح قالوا لي دار لايف عليا من قبل مي هوب أوي تونسي هذاك الإمام الفرنسي التونسي هذا كنعمل إذا كش واحد عنده ليا ولا كش فيديو سامانتيغوس كون شفتو أبارامو أبارامو تحداني الحوار سيدي ساريو أوي وي مي ما شفته ما على باليش وي تفضل تعلم له والله انا كنت شفته نروح عنده وراه امينه خويا والله لو بغيت نسقسيك عندك بزاف من اللي راك دير اللايف ياك الحمد لله انت كاع كاع اللي فاتوا معاك ما كاش كاع واحد قنعك قنعوني باللي راك غلط والله العظيم لا بزاف اللي قنعوني هيا واش راك تقارع باش تخطيك من هذا العقليه اللي راك تدور بيها شوف جا عندي واحد فقيه مصري من الازهر جاو عندي ائمه شيوخ كلهم قنعوني باللي في الاسلام كاين نكاح الاطفال كاين العبوديه كاين ضرب المراه حبس 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 شوف خويا انتم راكم قاربين غير هذه الا راك باغي الا راك باغي تفتي وتدخل للصوالح تاع الاسلام ماشي هنا في التيك توك روح للجوامع يعلموك عنده حق غير ليزان غير ليزان اللي راك تعرف غير ليزان مي هو بغلق الله عغلق لايف وروح الجامع مي هو جاك لوفو ولا مانيش عارف مانيش نهضر معاك قعد ابار جانا امين عن طلعه على بالي بلي راهي ميته بالضحك يا يما طب يا امينة تخيل تخيل ميهم يغلق يغلق اللايف ويروح الجامع يا هي هو على هلا والله الرخص ما شفتو في حياتي كيما نتوما حتى انت كاع ما تمثلش غير زانيا الجايح وكون طيح في طريقي انت يا اون بيرسونا انت كون طيح في طريقي نبول عليك لو كان يطيح في طريقك اون بيرسون ولا اون بيرسون ما فهمتش هادي راني كمك انت روح راني كمك ما تهضرش معايا تعلم اللغة الإسبانية بيرسون هانتي قحبة ثاني طلعتي معاهم الله يظلكم دري قحاب يا صديقي ما طيحش انا في لايف لا نطيح لك روحني كمك روحني كمك روحني كمك الرخيص المفرخ كاع ملقطين على الراسات تاعكم كاع كيما درتو كرك في البلاد كرام داروا لك زويجه في زكوك الحمار شني كماتكم كاع كيما درتو كم قاعد كم بدرت ورد القحاب
الراس تاعكم. اكتي ماجيني في روحك في الجامع بيهو. هم مغلق المايك تاعك. وين هو بروح الجامع؟ قول لهم بعثوني، كنت في تيك توك نهضر على الدين، قالوا لي ماشي هنا تهضر على الدين، روح للجامع. درك راني في الجامع وجيت نسقسيكم. نورمال ماني هو. ضحكت بزاف اليوم يا هربك، بلوني عند داليا وجيت هنا. صافي بيان. البارح سيت اكسلون عند ماريا. البارح طقطقت عليهم البارح. والفو ولوي ماريا وكيسموها يدخلوا شويه في الجو. مي افيك اكسبيريونس بيان سور. انا جو بلي ماريا لي سوبر، ما نكذبش عليك، في فتره قصيره بالعربيه، مام با 3 موا 4 موا، ما نكذبش عليك. بيان سور دات بزاف المنهجيه تاعنا وكلش بالله الا تتوعنا، مي فرونش مو لي سوبر شويه، مازال دي فوا يدخلوا في المعمعه وينساو، وارسونيك ولا يسب بزاف دي فوا، يغلطوا شويه. نورمالمون ما خليهم، ما جامي يهضر، ما نهضرش كاع عليه والو، ما نقولوش. جو سي بلي هما يقولوا في كلام خامج، باسكو غير داك الحال كانوا يهضروا على ماريا واحد الكلام، مي نورمالمون تخلي ربو يهضر وتهضر له على النصوص فقط، باسكو ما كاينش حاجه تجرحو وتشوكيه وتخلعو كي هو يهضر تتسبو انت، ما تسبو ما والو، هضر على النصوص. خاب نهضر هذه ما كاينش مشكل، اروح نعطيك الرقم تاع الحديث، نعطيك الايه، نعطيك التفسير، ها واش الله دار، ها واش الرسول، ما نهضرش كاع معاك على. وهذاك البارح اللي طلع كان حاب يهرب، قلت له بلا ربي ما راك هارب، اروح نعاك ناكل النصوص، اروح ناكل النصوص. جماعه طلع لنا لا واحد حاب يطلع يكتب رقم 7، ولا حبيت تحل الكاميرا كتب رقم 9. بريوريتي الناس اللي يحلوا الكاميرا، رقم 9 نطلعك تمتم. وترموا 7 اهل السنه والجماعه وواحد كافر. وي السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. ميو تعرفوا هذا يا عايش في الالمان، تعرفوا ميو؟ تعرفوا ميو؟ واحد فيكم يفتح الكاميرا، واحد فيكم يهدر فقط جماعة. ميو تعرفوا هذا يا؟ نو هذا راهو في المانيا حل الدكتور، هذا يداوي بالبزاق والرقية. والله يا مليح لهلا، هذا بزاق تاعو شباب الماني. قود ميو برو. على الاقل الماني يجيب واحد تاع الصحراء ولا هي صحه صحه الماضي. ميو شكون الاول؟ امبراطور تفضل خويا. واه انا بغيت نتبعك وما عارف كي ندير من نتبعك، واش لازم ندير باش نتبعك باش ندخل معك في الدين تاعك انت؟ تسمى انت باش تتبعني صافي دير راك شاك في الله والرسول. فوالا راني باغي نتبعك، قول لي شو كيفاش ندير وكيفاش هذا الطرق اللي لازم نتبعها. على بالك باللي واش شكيت في الله والرسول. اودي انت ماشي نهضر معاك، نهضر مع ميهو. معليش واش شكيت في الله والرسول؟ ما قلت لك انا راني باغي نتبعك انت هو راك. غادي نعاود السؤال تاعي، انت يا هذا كلامك ما قولتك ما درت لك بالسيف، واش شكيت في الله والرسول؟ انا كي انا سمعت الهضره تاعك وسمعت شيك تقول اي راني باغي نتبعك، واش شكيت في الله والرسول؟ عطيني النتيجه كي نتبعك شنو. نعم ما كاينش مشكل، واش شكيت في الله والرسول من فضلك؟ من فضلك صح، من فضلك الكاميرا تاعك سيت. من فضلك راني باغي نعرف واش النتيجه. دوك نقول لك ونشرح لك واش الصوالح اللي شكيت فيهم، باسكو قبل نتايا قدامك انا يا دروك، انا باغ اكزومبل انا مقتنع بالعقيده تاعي وكما يقولوا 100% ما عندي حتى شك. وانا معليش تسمع شويه راني نسمع. واه روح. ايوا بس كنت طحت في حفره دروك ولازم تسيد تخرج من هذيك الحفره. انت قلت راني شاك، لازم تفهمنا وشنو الحاجه اللي شاك في الله والرسول. وديجا غادي نقول لك، غادي نحط لك واحد شيخ محمد حسن يقول لك اللي شك كما انت هو كافر، لانه شك في الله والرسول.
كل عندي انسب جوا لا راني كافر واش من حاجه راني كافر دروك انا راني كافر راني باغي نتبعك واش شكيت في الله والرسول صدق يعني باغي نتبعك ما تحوش انا شنو داك شكيت في الرسول شكيت في الرسول الديانه تاعك اللي بغيت ندخل للديانه تاعك دخلني للديانه تاعك صح علاش شكيت في الرسول باللي نكحت معليش انا ميهوب ندخل للديانه تاعي ندخل للديانه تاعك انا ما تحوش تفهم انا فراني شاك ولا ماني شاك انا باغي ندخل معليش راك حاب تدخل للديانه تاعنا كيفاش ترحبوا بيا كيفاش تعلموني ما كاش مشكل ديروا لي راك حاب نقول لك كيفاش تدخل الديانه تاعنا واه قبل ما تدخل الديانه تاعنا لازم تقول لنا قبل واش شكيت في الدين تاعك ما نقول لكش يا صاحبي كيف نقول لك لا معليش معليش جاك انا عندي هكذا لينا هكذا لينا نعرفوا كيفاش ندخلوا في الديانه تاعنا ما نقدروش ندخلوا في الديانه تاعنا ما نقدروش ندخلوا في الديانه تاعنا بلا ما تقول لنا واش شكيت نقدر ندخلوا انا نقدر ندخلوا انا راني حاب عندي بلاصه جاك عندي لقيت بلاصه معليش قول اشهد كمل ونقول موراك ماشي حتى لا قول مو احنا لا احنا عندنا في الديانه تاعنا نقولوا بالكلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كمل لي او زيد كمل كيفاش انت بغيت ما كنت تعنى هذه ماشي تعنى هذه تاع الاسلام لازم نشهد الشهاده تاعنا ماكش حاب ماكش حاب تدخل معنا كنت تكذب انا نعرف هذه برك انا ما نعرفش تاعكم كون جيت نعرف تاعكم قلت تاعكم تاعنا سهله تاعنا سهله انما ما نقولش انما لا حتى يكملها انما الله انما الله والرسول كملها شوف كملها انما الله والرسول كمل انت مانيش عارف شكل راح تكمل انا عاود مرجعك قول انما الله ما انت ايش داخلك انت ايش داخلك انت ايش انا راني تنشوف شكل معايا صاحبي ما تهديش معايا انا طلعت المهيب معليش يا الامبراطور شوف هضر مع المهيب غير شويه كارمتو في الاسلام لما واحد يجي يخرج يدخل الاسلام بايزا مراني ولا يقولوا له قسما بالله امه معليش اسمع معليش اسمع النتيجه خليني نقول لك حاجه برك اش نغلق المايك انت لازم لك الاولى سقلات قبل تتربى من بعد تعرف تهضر باسكو ميم كي تجي تكذب ما كاش مشكل باغي تكذب نروحوا معاك دوك نشوفوا في الاسلام لما واحد يدخل في الاسلام باسكو نتبعوا القاعده هي نورمالمون تكون لوجيك باسكو انت درت ادعاء بعد ما توليش صغير باسكو لو كنت تنحى من بعد وتسحب روحك انت هو اللي غادي تخرف في سروالات انت قلت في الاسلام لما يجي واحد ما يقولولوش اشهد ان لا اله الا الله يقولوا له قل اشهد هو يقول اشهد ان لا اله الا الله اما نعاود مرايا انما الله والرسول تفضل باسكو راك حاب تدخل معنا وهذه قاعده احنا مهمه ما تقدرش تكون معانا لو كان ما تقولش دامي لا غلق الماك دوك نجي عندك ما تقدرش تكون لو كان ما تقولهاش انما الله والرسول صح شوف ما تقوليش على الشهاده تاعك هذه ما تقولها عمطلي خراي ان شاء الله راك عرفت بلي خريت في سروالك الفتره الجايه كي تبغي تكذب تجيب كذبه احسن من هذه تكون شويه لوجيك تكون معاه على الاقل شويه تكون شويه انتريسون قبل ما تحصل وتولي كي تقول لي انا صغير دامي الله السلام عليكم تاميلا افتحي المايك وغلقيه عاودي فتحي المايك وغلقيه ها دروكا صافا تفضلي انا العكس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ما عندهاش كونيكسيون ميو معليش هبطي وعاودي طلعي تاميلا نو بالك عندي بالك عندك معليش عاودي هبطي ودوموندي عاودي دوموندي من جديد طلعي فيك الشجرة كاش جبل كاش كيما هذا اينو تك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حاب سخسيك امي هوب على بركة الله طيب انت راك تشكي في دين الاسلام باللي ما هو صح على الخير والبركة طيب انا نشوفك تجبد غير في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هذا وش كاين انت عندك ولا هذا غجيك خلينا حاجه قليله مش قضيه يعني حاجه معليش عندك يعني عندك زواج الاطفال عندك حاجه سهله انت ماشي دوك انتما طلقتوا عليها مصطلح الاطفال ما كاش مشكله غير سرح اشرب شويه ما تقلقش زواج الاطفال يعني نكاح الاطفال الصغار ولا نكاح الطفله الصغيره بالنسبه لك جات حاجه يعني بسيطه يعني نورمال كي هذاني نفهمك في واحد العدسه ومن بعد فهمني انت قلت تتكلموا دعيت قلت تتكلموا غير على زواج صغير بالنسبه لك انت زواج الطفله الصغيره اللي الله حللها والرسول دارها والاجماع
اكدها وحتى الاجتهاد نتاع كافه علماء الامه الاسلاميه. هذه جاتك حاجه يعني نورمال، كيفاش يقولوا، حاجه سامبل سهله صح. يعني اللي كان الطفله الصغيره تفضل. كيفاش حنا نحكموا على انه هذا الزواج صحيح ولا لا؟ انا نقول لك هذا الزواج راه صحيح ولا لا، كيفاش نعرفوا؟ طيب خليني نقدر تسقم الصوت تاعك، عندك الحس تسمع بيا وي، عندك عندك الحس. معليش سامحني تغيب هضر، ما كاين اغلق المايك، كاين هضر انا غلقت المايك. طيب اهدر اهدر راني نغلق المايك. شكرا. نعرفوا اليوم عندنا العلم والطب بالاف الدراسات العلميه اللي تاكد لنا بانه هذا المرض هذا الزواج، قدمنا احصائيات، قدمنا دراسات علميه اللي خلات كل المشرعين في العالم يديروا قوانين يمنعوا هذا الشيء يسموها اغتصاب، يسموها بيدوكريمينالتي، وفيها جريمه نكرة. لانه كما قدمنا تاع السيف تشيلدرن تقول لك اكثر من 20,000 بنت في السنه يموتوا جراء زواج القصر والاطفال، هذه الاولى. يعني فيها ريسك تاع الموت، فيها كذلك اضرار جسديه ونفسيه، نقدروا ندخلوا لك في لي ديتاي. يعني بوشنو هما بايزون كما تاع الحوض ولا تاع الجنين حتى ما كيتولد ولا الاخطار هذو والامراض هذو اللي تعرضوا لهم وهذه الالام وكلش. يعني هذه موثقه، علم موثق خلات كل المشرعين في العالم يديروا هادشي، هذا هو اللي نعتمدوا عليه. تفضل خويا، انت ما عندكش مشكل كيما الله يقول وحده 6 سنين تتزوج مع واحد 50 سنه ويدخل عليها 9 سنين، عندك مشكله ما عندكش؟ تقول كاين باللي دراسات باللي قالت يعني حدد سن البلوغ، حدد سن البلوغ هكذاك. انا حددت لك، انا نهضر لك وحده 6 سنين مع واحد 50 سنه ويدخل عليها 9 سنين. طيب انت كاين دراسات انا نقول لك عليها باللي حدد سن البلوغ، سن بلوغ الفتاه من 8. معليش علاش تهضر لي على البلوغ؟ معليش تقدر تفهم باسكو في علاه كاين حاجه اسمها البلوغ في الاسلام. خليني نعرف، انت راك شنو تحكي؟ انت راك تحكي بالنسبه للدراسات اللي حددت الزواج المثالي. نعم راهي تقول لك الريسك، وين ما تصغر البنت على بها داروا قانون تاع 18 سنه، وين ما تصغر البنت، معليش اسمع، وين ما تصغر البنت وين ما الريسك يزيد. انا نهضر لك دروك، ماناش نهضروا حتى على القصر نحطهم اكودي، دوك انا نهضروا على الاطفال فقط، لانه الاسلام يحل النكاح الاطفال. خلينا من القصر هذيك ان شاء الله، من على 30 عام كي نكمل مع زواج الاطفال في الاسلام نروح للقصر. دوك انا نقول لك طفله 6 سنين تزوج مع واحد 50 سنه وتدخل عليها 9 سنين، هذا يعني موثق انه هنا هذا ضرر وخطر. انت ما عندكش مشكل واحد 50 سنه يتزوج بواحد 6 سنين تدخل عليها 9 سنين حبيبي يا رسول الله. صح، هذا الشيء اللي تحكي فيه انت ماهوش فرض على كل مسلم. هذا كاين زواج مثالي، وكاين طفل يتزوجها على 9 سنين ولا 10 سنين عادي. باش تفهم وتحبس الرقص وتحبسوا تحشموا بالدين تاعكم. شوف معليش اسمع، نعم تحشم، باسكو كون جيت في بلاصتك نحشم، ماشي غير نحشم، ندخل تحت دين رب الارض. كاين زوج قوانين، كاين القانون نتاع كندا يقول لك يعني واحد 50 سنه يتزوج بوحده 6 سنين 9 سنين هذا ممنوع، وهذا بيدوفيليا، وهذا يعني اغتصاب وجريمه نكراء، لانه هذا الضرر باش نحوسوا على الضرر هذا نمنعوه. وكاين القانون تاع الله اللي يقول لك هذا الشيء مباح، المسلم يقدر يديره. شكون هو القانون اللي يحمي الاطفال هنا؟ قانون كندي ولا قانون تاع الله؟ انت راك عممت هكذاك، انت شغل راك درتها قاعده باللي المسلمين كاين الاسلام يمنع انك تتزوج بوحده مولا تسعى اذا كانت ما عندهاش القدره على الزواج، ما عندهاش القدره. معليش غادي نعاود السؤال، غادي نعاود نصيغ السؤال. انت راك عممت انت راك شغل نسبت الاسلام ما ليس فيه. معليش نعاود السؤال تاعي، او انت نفر معرف، نعاود السؤال تاعي. نعاود، في كندا ذكرت لك القانون هو واش يقول انه بيدو كريمناليتي بعلم موثق واغتصاب وجريمه والقتل. في الاسلام الله يقول لك يعني واحدة 6 سنين زواج ماشي 9 سنين، زواج تقدر تزوجها عندها عامين 4 سنين 5، ما كاش سن في الاسلام. كما يقول ابن بطال تزوج البنت حتى ولو في المهد، الدخول فقط حتى تحتمل الوطء. هذه البنت عندها 8 سنين وتحتمل الوطء، هذه شكون القانون المليح تاع الله ولا تاع كندا؟ انا سهلتها لك اسيدي. المليح هو قانون الله. لماذا؟ انا خليني نجاوبك، لانه في الاسلام تقدر تزوجها اذا كانت تحمل الوطء، تقدر تزوجها على 10 سنين، تقدر تزوجها على 18 عام، ماهوش يعني حرام عليك والله
ماهوش مفروض عليك انك تزوجها ل 10 سنين، ماهيش مفروض يعني يعني معليش 8 سنين ما نقولوا تدخل عليها، تدخل عليها ما يسموها يعني عندها تدخل عليها، مش شرط، ماهيش شرط يا اخويا هكا نقولوا تحتمل الوضع، تحتمل الوضع لانه ماهيش معليش تسمع شويه، معليش تسمع شويه معليش باسكو راك تيري برك باسكو نقولها لك ما كان لا وطأ لا والو باسكو في الاسلام الله نتاعك اللي حبيت نحكي لك بالقران يقول لك واللائي لم يحضن هي الطفله الصغيره التي لم تحض لعدتها 3 اشهر ما كانش هذه القاعده تاع الوطء جابوها العلماء اما كلام الله واضح بصح ما كانش مشكل نروحوا للقاعده تاع الوطء اللي اقتدر عليها قاعده تاع الوطء النووي يقول لك كي توصل 9 سنين تسلم خلاص ما كانش تحت تلحق 18 عام ولا هذا اللي قال لك الكلام هذا يكذب ولا ما ولا انت عندك معلومه تفضل النووي يقول لك لما توصل 9 سنين تسلم الى زوجها يطأها هنا خلاص قبل 9 سنين هنا الاب والزوج هما اللي ديسيدو اذا شافوا باللي تحتمل الوطء يقدر يسلمها له على 7 سنين 8 سنين بصح الا ما شافش قبل هذه كي توصل 9 سنين خلاص يسلمها له 9 سنين كما يقول النووي كما يقول ينقل عبد البر كما يقول ابن حجر العسقلاني هذا الكلام هذا 9 سنين خلاص او سلمها له وتحب نوري لك دروك نحل الكاميرا نوري لك التكست وبالمصدر وبالصفحه 9 سنين يتزوجها راك تقول باللي هذا القانون اللي قاله الله واللي موجود في الشريعه الاسلاميه بالقران بالسنه بالاجماع احسن من القانون الكندي صح انا ما كثرش معك الجدل في هذا الامر هذا حتى وحدك تفهموا هذا كله بصح هذا الشيء يخليك تخرج من الاسلام يعني على هذا المشكله هذه هذا اللبس هذا تخرج من الاسلام سقسيك برك على هذا اللبس هذه تخرج من الاسلام تترك هنا وهذا يجيني واحد يقدر على الاسلام سقسي فيك انا سقسي فيك جاوبني جاوبني يا خويا جاوبني برك قبل ما تجاوب قلت كلمه قلت كلمه عجبتني مجلات فيها كتب فيها مقالات قلت ما تقراش انت راك تدي يعني كلام علماء فقهاء اجتهدوا منهم من يصيب ومنهم من يخطئ انت راك تدي في كلام علماء فقهاء اجتهدوا منهم من يصيب ومنهم من يخطئ خلاص كملت شكرا انت قلت كلمه مقبيله انت قلت القانون تاع الله خير من القانون الكندي وقلت لي انه الى في القانون تاع الله طفله 10 سنين لا تحمل الوطء عادي هذا واش قلت ما قلتلكش عشان عفسه ما قلتها شيخ 10 سنين عندها القدره على الزواج عادي الى تحمل الوطء عادي انت قلت هكذا اذا تحمل الوطء تحمل الوطء ما تحمل الوطء هي شوف انت كيف تعرف فتاة تحمل الوطء ولا ما تحملش الوطء جوستومون انا حبيت نسقسيك سؤال واضح وحنا نغلق المايك واعطينا نتايا الجواب السؤال هو كالتالي اوصف لي اعطي لي الصفات تاع طفله تاع 10 سنين اللي تحمل الوطء اتفضل راني نسمع فيك السؤال اللي سالته لك انا من المشكل السؤال اللي سألته لك أنا قبل ما تسألوا لي قلت لك كيفاش تعرف ما هو المقياس اللي نحطوا عليه الطفل أنا نجاوبه أنا أقول لك القانون الكندي أحسن من قانون الله ما نخدمش قاع بتحمل الوضع خلاص أنت اللي قلت قانون الله أحسن لأنه فيه القاعدة طفلة 10 سنين تحمل الوضع عادي أوصفنا ديرنا الوصف تاع الطفلة هذه 10 سنين اللي تحمل الوضع كيفاش تكون أنا نسمعوا فيك تلعب بالبوبية يكلخ لها وخلاص شكون هذا اللي يهضر انت انا قاعد نسناو فيك تهضر انت دوك انا مثلا نحكيك انا ما والله يشوف حقيقه يعني حكيت انه تحمل الوطء ما تحمل الوطء هذه ما تقدرش تعرفها صديقي انت قلت قانون تاع الله احسن لانه عطفت 10 سنين الى تحمل الوطء مع سمريحه قول لنا اعطينا الوصف تاع طفله 10 سنين اللي تحمل الوطء كيفاش تكون واش هو الصفات تاعها ما تسقسينيش جاوب على السؤال جاوب على السؤال كاين امراه او طفله كما تسمونها يعني بنت قول لي طفلتي 10 سنين واش هو الصفه اللي حابك باش تزوجوها خليني نجاوب انت سالتني خليني نجاوب ما تقطعنيش من فضلك كاين طفله مثلا بنت في عمرها 9 سنين 10 سنين تشوفها يعني من برا هكذاك تشوفها هكذاك تقول هذه امراه عندها 20 عام كاينو ما كانش علاش تقول هذه امراه عندها 20 عام يعني واش رجعها طفله 10 واش رجع طفله 10 سنين كي تشوفها تبان لك شغل 20 عام لا كاين شوف يعني يا اخي ما كاينش تقول لي كثر دير لها انت زعما تشوفها تحمل الوطن متاع كثر فيري فيها من داخل خلينا من الهضره هذه خاطئه هذه هضره خاطئه يعني تفضل راك شفت جارتك انت اينوتيك راك شفت جارتك فيها 10 سنين وقلت في راسك هذه تقول 20 سنه علاش تقول هذا الكلام واش هما الصفات تاع الطفله تاع 10 سنين هذه اللي انت راك تقول هذه كي شغل المراه تاع 20 سنه
وش هما الصفات هي لازم تكون عندها مثلا الجسد تاعها، مثلا تكون الفريسه تاعها مثلا تشوفها انسانه ماهيش ضعيفه، مثلا تلقاها فابل هكذاك، تلقاها مثلا ما تحملش، حتى ما تحملش انه تدير عليها، ما تحشمش الارداف وقعقول، مش ارداف، مش انتم تغزروا في الارداف، ما كاينش اللي يغزر في الارداف، مش ارداف، مش قضيه ارداف، انتم برك عندكم المفهوم هذا تاع ارداف وما ارداف وتدخلوا في امور الجنس عندك. شوف شوف انتم راكم تشوفوا في واحد الامور، ما راكش ما صديقي، راك بدلت، راك بدلت ما انا مازال ما فهمتش، راك بدلت موضوع، راك شفت جارتك 10 سنين وقلت في راسك هذه تقول مراتي 20 سنه، واش هما الصفات اللي راهم في جارتك 10 سنين باش انت تقول هذه تقول مراتي 20 سنه؟ واش هذه الصفات؟ فهمني. شو قلت لك انا؟ انا قلت لك الجسد الظاهري اللي تشوفه بعينك انت، واش يظهر لك من الجسد تاعها؟ سيتادير واش نشوف؟ سيتادير واش هما الصفات اللي كاين في الجسد؟ واش هما الصفات اللي كاين في الجسد تاع طفله 10 سنين؟ اتفضل. وشنو راسها رجليها وشنو؟ يا انت معليش تفهمني برك شنو نقول لك؟ افهمني. نو نو فهمنا، ما نفهموش وشنو راسها رجليها وشنو؟ انت راك تحوسني نقول لك حوايج تاع ارداف، ومن بعد تقول لي انت انت دينك يقول باللي انت تغزر الصوالحات واللي ماشي ملاح. انا نجيبها لك من الاخر، اسمعني مليح، انا نجيبها لك من الاخر، نجيبها لك من الاخر، نجيبها لك من الاخر. اقسم بالله لما نامنش به هذا، الله هذا لما نامنش به، ونحلف كما يحلفوا في البلاد، بلا ربي اللي يطلع فيكم يدافع عن الاسلام تخلص عليه يدافع عن البيدوفيليا. نبوزي لكم كاع لي كاسيون اللي لازم باش تخلص عليكم كاع، باش تدافعوا على الاسلام، تدافعوا على البيدوفيلا باش الناس يفهموا. نحترمكم في حاجه، نحترمكم في حاجه، اذا كنتوا عادلين. معليش اغلق المايك، ما تحشمش، بس كلو كان جيت عندك المتابعين تحداك تحل الكاميرا وتوري وجهك. في الجزائر ينكحوك القانون الجزائري، وفي اوروبا الا عندك اولاد ما تقربهمش ولا عندك مؤسسه. في الجزائر الا كون حل الكاميرا تاعك ودير وجهك، سي بور سا تدافع على الله والرسول تاعك. تدافع نعم عن البيدوفيليا اللي قالها، والصفات اللي تقول فيها انت تاع انسان، بروفايل تاع واحد بيدوفيلا، اكتب ادخل دروك في جوجل كي تنزل صفات تاع بيدوفيل، هو اللي يشوف بنات 10 سنين 12 سنه 11 سنه 8 سنين ويصفهم بالطريقه اللي وصفها انت. نعم هذو الناس المرضى كيفك، كون راك داير الكاميرا تاعك ولا داير اسمك ولا داير وجهك، تقولش هذا الكلام، باسكو ما تهدرش في الجزائر، ما تخرجش من داركم. بصح الصوت نتاعك ماهوش بعيد علينا ولا مختبئ، نتمنى انه واحد يعرف الصوت تاعك نحطك في اليوتيوب، جارك ولا ولادك ولا ولاد ولادك يسمعوك باللي واش كنت تهدر، واش كنت تهدر، كنت تصيف في هذيك بنت جارتك ولا بنت اختك ولا بنت لافامي تاعك اللي تجي تزوركم، جوارينكم مساكن اللي يجي يزوركم، وحده 10 سنين تبرلك فيها وتشوف لها ترامها وتشوف لها الوغ نتاعها وتشوف لها الكور تاعها، يا خنزير. السلام عليكم. سلام. سلام سلام المسلمين والملحدين، بونسوار، على بالي بلي كل واحد واش هو حاب يدين. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخي انا تقدري تسقمي الانترنت تاعك، تقدري تسقمي الانترنت تاعك، دعي ربي ولا قولي السلام على الله وعلى المسلمين، بالك ربي ما نقدرش. معليش قولي السلام على الله وعلى المسلمين، بالك ربي كي تقولي السلام على المسلمين، ولا عاودي قولي، شوفي قولي السلام على الملحدين وبونجور على المسلمين، بالك ربي يعطيك الانترنت. بس كي يظهر انه ربي كي تقول ما واحد ملحد على الانترنت ماشي معليش تعاودي، نو ما كانش ملحد، انا نقولها لك 98% اللي طلعوا عندي. معليش تكمل الانترنت تاعك، انا نقولها لكم دوك نقولها، باسكو عندي بزاف راني نقول الامينه، 98% اللي طلعوا عندي ما عندهمش الانترنت هما اللي من اهل السنه والجماعه واللي دافعوا على زواج الصغيره. يعني سبحان الله، جو سي با اسكو كاين غول سي فري، واحد 1% هذاك فري ديالك برك وعادل. قاتل من حريق ليش تغلق المايك تاعك، نعرفوا هذا الحديث. قال الى الشجر الذي لم يكتمل، وكمل انها هي الوحيده. ليش تغلق الدراري لاسبيراتور
عشان لافي وهذا الحديث عن تيريس ولا يقول فيها اه جيمري بيان نهضروا عليه جوستومون البروفيل تيب تاع واحد بيدوفيل يحلم بالبنات الصغار. الحديث هذا واعر هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم لاباس؟ نحمد الله ونشكره ونتوب اليه. الحمد لله. بون كنت نشوف تالور كنتو تهضروا على الزواج الطفل هذه هي. واش رايك واش كان يقول السيد ولي زارغيومون تاعو توافقوا ولا تضد كلامه؟ درك انا الحاجه اللي ما فهمتهاش هي درك راكم تردوا انت راك ردها قانون ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج طفله 9 سنين تما راهم يقولوا لازم تتزوج 9 سنين في واحد ما قال ما كانش كاع واحد نهار اللي حليت اللايف عندي سنوات جامي واحد هذا كلامك والهروب لا حتى واحد ما قال تي اوبليج رانا نقولوا بلي الله كلي العلم حلل هادشي حلل البيدوفيليا حلل اغتصاب الاطفال الصغار حللها في آية قرآنية قانون تاع البشر قانون تاع البشر قال لك هذا كلام الله كلام تاع واحد جاهل تاع القرن السابع هذا لازم نمنعوه باسكو عندنا علم موثق ونديروا نديروا قانون باش نعفسوا على كلام الله ونمنعوه ونقولوا هذا كلام الله جريمة واغتصاب. اسمح لي لازمك تفهم حاجة باسكو النبي عليه الصلاة والسلام كي تزوج سيدة عائشة كنت تطرح السؤال على السيد قلت له كيفاش تعرف بلي المرأة راها بالغ والمرأة تقدر تتزوج بها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة في الأولى ملي كانت صغيرة كانت عندها البنية تاع الجسمية تاعها صغيرة تاع طفلة كان يسبقها ومن بعد مين كانت كان كانت تسبقه هي كانت تسبقه بلي زونترينمون وكاع وي بلي زونترينمون والفيتامين ولا تاكل من بعدها كي ولا يتسابق معاها ولا يسبقها صادر ولات ثقيله ولا عندها جسد نتاع امراه تزوج بها هذاك الوقت وهذا الوقت ماهوش كيف كيف. معليش 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 لا 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 سي تري امبورطون شنو يقول ميهوب حبيت نسقسيك كي دخلوا فيها كان يسبقها ولا كانت تسبقه؟ لا دوك انت عاهرة انت ما نهضرش معاك باسكو هنا رانا نهضروا كلام محترم. معليش فهمني فهمني كي دخل الرسول تاعك القضيب نتاعو في عائشة هذاك الوقت كانت تسبقه ولا كان يسبقها؟ كيما دخل سنة 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 حتى ولات تسبقه باش دخل القضيب ديالو ولا دخلوا من قبل؟ تحت لكم في الدبرة دوك مديت لكم الدليل كيما دخلوا فيك انت الناس شوف انت كي حسيتي راك عارفه اكزاكتومون كيما حسيت عائشه ما شكيتش عائشه تكون حسيت لها اكثر كان عندها 9 سنين عائشه مبشر من 10 مبشر بالجنه بشي كيما انت هي. المهم قول لي ما بصح ما جاوبتنيش كي دخلوا فيها كان تسبقها ولا كان يسبقها؟ المراه كي تولي ارجيو قويه هذه جا سيد احمد وي بون غادي نوري لك الجهل تاعك بون روح جيب لي الحديث اللي يقول انا معليش معليش سيد احمد انا خليتك هدرت سيد احمد انا ما قاطعتكش غادي نحي لك شعر العانه ونحي لك السليب غادي اتنقل لك المايك غادي نحي لك شعر العانه والسليب كيما راني نحي الملايين. الحديث هذا دوك نجيب لك الحديث كنت تكذب على بالك الاخرى تاعك كنت تكذب لانه السباق هذا صرا في يوم واحد كي خلاها غلباته ومن بعد غلبها وهذه صرا في معركة معروفة لما دا معاه عائشة وكانوا الصحابة قبلهم هو كان في مؤخرة كما يقولوا تاع الجيش وسابق معها وخلاها غلباته وفي المرة الزوجة هو غلبها في سباق واحد في حديث واحد موجود عن صحيح البخاري ومسلم. جيب لنا انت الآن باللي تسابق معها بلوزير فوا والاولى هي كانت تغلبو كي كانت صغيره ومن بعد كي خشانت يعني كي كانت انا صغيره كانت تغلب راجل كبير ومن بعد هو كي كبر في اللاج وهي ولات صح يعني 13 سنه نورمالمون كي تولي 13 سنه 12 سنه هو يكبر يولي 58 عام 60 عام نورمالمون هي تغلبو انت قلبت ربها كاع بصح ما كاش مشكل. جيب لنا دليل على كلامك الا ما جبتش لانه الرسول يقول لك احنا امه الدليل والحجه على من ادعى الا ما جبتش دليل درك تكذب. الرسول يقول لك من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إذا ما جبت حديث هذا الشيء
كنت تكذب على امنا عائشه رضي الله عنها وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وراك تكذب عليهم، انا متاكد. بصح الا جبت لي الدليل الان خلاص نسكت. غلب اغلق المايك تاعك، قلب الصفحه وجيب لنا الحديث خويا. سي محمد، سيدي محمد، سيدي محمد، اكذاكر معايا، اكذاكر معايا. الانسان يكون يهضر وما يجيبش دليل كذاب. دروك تنبل عليه، كنت غير نضحك، تنبل عليه المايك دروك. هيا معكاش، اسمح لي خويا معليش، جيب لنا الدليل سي محمد. لا انت كي قلت لي تسابقوا في ليله واحده، انت كنت معاهم، انت كنت حاضر، انت كنت لافت السيف حذاهم وتجاهد، هذه هي. وعلاها انت كنت حاضر كي كنت كيتسابق معاها العلماء قالوا هذا العلماء، هذا العلماء اللي قالوا لك جيب لنا، باسكو راك تكذب. العلماء قالوا في حديث صحيح، لانه العلماء ما يقدروش يقولوا كلام رسانهم، العلماء كيقولوا يعتمدوا على الصحيح، الاحاديث الصحيحه اللي موجوده عند البخاري، مسلم، الترمذي، ابو داود، النسائي، امام احمد، اللي عند دار القطني مثلا، ولا اللي صححه الالباني، هذا هم الاحاديث. والاحاديث في هذا القصه عائشه معروفه. كنت تكذب باسكو حشمت بالدين نتاع نكاح الاطفال. الا ما جبتناش الحديث دروك راك كنت تكذب على دينك. تقدر سيدي محمد تجيب لنا الحديث، رقم الحديث من فضلك، تاخذ لك 30 ثانية. ربك لزرق مجدد يا ربك، عبالك كرياتيف في الدفاع عن البيدوفيليا وعلى نكاح الأطفال. لاتريتيزم دوكا قلب. كان يدير لها لاتريتيزم يعلمها، كي كانت 6 سنين، هي كي كانت 9 سنين، هي كانت تغلبه، بصح كي ولا 12 13 هذاك وين تكون البنت صحيحه، هو كان كبير شيباني كبير عنده 60 عام، نو هنا هو كان يغلبها. هيا ايماجين 60 عام يغلب وحده تاع 18 12 سنه الاخرى تاع ماما، هذاك وين تكون في اوج القوه تاع 13 عام 14 عام. ما الكذبه نتاعو كما يقولوا حامضه، حامضه الكذبه نتاعو. جبت حديث سي محمد، سيدي محمد ولا مازال؟ مساكين بصح انا مغيديني كي طلعوا يدافعوا. واه قعدت تهضر غير روحك ثما. انا ما قلتلكش كيما تقلبليش الهضره. معليش هبط عليا، ما تحشمش يعني تكذب على الله نتاعك والرسول. وهذا الحديث اللي رانا نهضر بعث لك ماهم. وي وهذا الحديث اللي هضرنا عليه هذا راه موجود يعني ما ولا طلعي طلعي. السلام عليكم ميهوب. وي سلام صح صوا لاباس. ميهوب هذاك اللي كان يقول لك المرأة كيفاش تعرفها باللي بلغت، كنت تقول له مذكورة في القرآن كواعبة أترابة، يعرفوها مصدر كي تكعب صدرها وتكعب ثديها تولي بالغة يزوجوها. انت واش؟ نعم انت مسلم؟ انا مسلم. نعم مسلم سني. مسلم سني بصح عندي شك كبير في الدين. مين جبتها هذه كي كواعبة أترابة ما كي تكعب مثلا؟ لا 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 قلت لك لا لا الوسمو الصفات باش يعرفوا المرأة باللي راهي بلغت، يجوز لها الوطء، تتحمل الوطء، تتحمل يعرفونها بالجسد تاعها. سمعتيني؟ واش نقول لك حاجة ميهوب، هذوك اللي طيحوا هبطهم ديريكت، حبطهم ما تحلبهمش. الناس ماشي مربيين. وكنت تقول له على عائشة، كنت تقول له باللي مبشرة بالجنة راحت مع طلحة وزبي بن عوام، ضربت مع عمر مع علي بن أبي طالب في واقعة الجمل. حكمة هذيك. نعم حكمة. هذاك اللي كان هنا عنده الصح في الحديث، باش نباش من انا كنت انا لقيت حديث، انا على بالي باللي القصة اللي قريتها بصح ما كاينش مشكل، بصح ما عندها حتى معنى. يعني وحده كانت تغلب وكي كانت 9 سنين ومن بعد كي كبرت ولات في اوج عطائها، يعني خرطي هذا الشيء وما عندها حتى علاقه في الوضع، لانه الرسول دخل على عائشه ونعرفوا القاعده الفقهيه نتاع لا ضرر ولا ضرار، اللي هي يعني منها قاعده تحتمل الوضع، وتحتمل الوضع كاين حاله واحده باش نختصرها، هي انه الانسان يجرب مع بنت.
ايه ما كاش ايش حاجه بتخرج. لا الطبيب ولا الام ولا البنت ولا الاب ولا يقدر يعرف بنته ولا تحتمل الوضع ولا ما تحتملش بكل بساطه. ميهو انا نقول لك حاجه واش اكتشفت خويا، انا قريت الاحاديث بزاف والاسنادات بزاف. معليش اسمح لي خويا ميرسي، احنا ما نناقشوش، نناقشوا فقط اهل السنه والجماعه. صحيح ميرسي خويا ويعطيك الصحه على المسانده وعلى الكلام تاعك وبرافو عليك، على الاقل راك متخذ قرار الكلام. بزاف بصح انا الحديث ما راهش يقول اسنادات بزاف كي سبقى وطأها ولا ما عندها حتى. معليش اسمح لي ونقل عليها. عندك غوتور دو سون محمود. ميرسي احنا عنده غوتور دو سون متاخر ولا كونيكسيون زبل بالك الواي فاي ولا بالك البلوتوث ولا ولا الشارجر. وي السلام عليكم محمد. انا محمد هي كل ولا السي محمد ده. يعني ما فهمتش العلاقة بين هذه وبين ما عندها علاقة، لأنه تخلى عليها في 9 سنين وكي تخلى عليها كي راحت معاه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ويلها وي وش راكم توا؟ الحمد لله. ما باليش حبيت نسقسيك فيك هذه تاع بس هذه تاع عائشة، انت فاش جاتك فاش جاتك بيزا؟ على انت تجيك نورمال؟ انا جاتني نورمال. راجل كبير مع طفلة صغيرة تجيك نورمال؟ كيف؟ راجل كبير مع طفلة صغيرة تجيك نورمال؟ راجل كبير مع طفلة صغيرة راه فضلة. اوكي، راني بعت لك فين دوموند باش تفتح الكاميرا ديالك مهدي. لا باش نشوف الا انت راجل ولا ماشي راجل ولا غريان صغير. واحد مصاب راجل وهو شي... طفل صغير عنده 6 سنين. نو بلافوا بلافوا تعرفي بلي انا راجل. صح معليش معليش انت فاش ما جاتكش نورمال؟ فتح الكاميرا تاعك. ما كاش معليش فتح الكاميرا تاعك. تقدر تفتح الكاميرا وتقول لنا ما كاش مشكل. ما نفتحلكش الكاميرا. شوف بيهوب شوف انا باش نفتح لك. معليش مهدي مهدي وي ما تخلينيش نغلق المايك. معليش انت ما عندكش مشكل، هذا رايك وانت راك تدافع على دينك ويفو اسيمي باش نعرفوا. معليش معليش اسكت باش ما تكونش معليش تغلق الكاميرا تاعك، باسكو هذا الكلام اللي تقول فيه في الجزائر تدخل عليه السجن، في اوروبا تدخل عليه السجن ويطردوك. باش نقولوها، الا انت صح تخاف غير ربي وتاسيمي وصح مقتنع بهذا الكلام تاعك، انا يعني نحبك تاسيمي تحل الكاميرا تاعك وتقول ما عنديش مشكل اليوم واحد 50 سنه يمارس الجنس مع واحده 9 سنين باسم الزواج وكما حبيت. هذا ما كان كما انا اللي داير الكاميرا ونقول لك باللي هذا الكلام تاع الله مرض، ماشي انا. الجزائر في كل دول العالم بالعلم الموثق اليوم يقول لك هذا الشيء خطير على البنت، لانني اعطيت قبيله الارقام اللي توجدها في السيف تشيلدرن منظمه هيئه دوليه عالميه باللي اكثر من 20 ألف بنت في العام تموت جراء زواج الطفله. العلم راه يقول لنا، زائد الاعراض ولا سواء النفسيه ولا الفيزيك اللي تلحق بالبنت مثل الحوض نتاعها كما يعني كيفاش يقولوا الدم نزيف دموي يوقع لها، زائد الاعراض النفسيه. هذا الشيء علم موثق ما فيه حتى شك، خلى مام دول مسلمه تدير قوانين تمنع هذا الشيء. هذا انت راك ما راكش انت راك ضد هذا العلم وضد الضرر تاع البنت، ما جاكش مشكل. انت خممت غير في الشهوه تاع الراجل ال 50 سنه انه يمارس الجسم بعد 9 سنين. اني حبك تاسيمي هذا ما كان تكونك راجل وما تكونش غريان صغير فقط. تفضل خويا حل الكاميرا تاعك وقول لنا عاودنا هذه الجمله هذه سيلتو بلي مهدي، باسكو انت راجل ما تخاف حتى واحد ما على بالك تب واحد. مهدي حل الكاميرا تاعك، افتح المايك. جماعة ديروا له كوبي على البروفايل تاعو قبل ما يبدل التصويره وكل شيء. سي ديجا في وي، ديروا له كوبي على البروفايل تاعو ولا داير فيديو ولا داير في الخانه الاخرى تاعو ولا الاي بي ادريس تاعو كيما راه يهضر دروك، باش نحطوه في اليوتيوب ونحطوه في الاخر تاعو. سي فوبلي، هذا اللي يدافع على البيدوفيلي ويدافع على الكريمناليتي لحمايه الاطفال. هذا ارهاب تاع الاطفال، هذا خنز يا ربك. تاخم اللي دافع الاسلام السني اللي اوبليجي باش يدافع له، تقدرش مستحيل. فرانكفورت استغفر الله. بصح انت يا كل يوم تهضر في نفس الموضوع، جامي جبت جديد.
وي يعني جامي غادي نهضر معاه، غادي نشوف انت تاني الى تخلص عليك الدافع البيدوفيليا ولا عندك فكر اخر، ولا انت ضد كلام الله وكلام الرسول. شوفوا انا ما نقول لك والو، انا ما نقول لك والو، باسكو وي وي غادي بلا ربك غير غادي تقولي بالسيف عليك ولا ما تقوليش نهبطك، باسكو غادي عندك حلين، يا اما تكوني فام فوخت وتتخذي قرار وتقولي كلام الله وكلام الرسول كلام تاع الجهل، ولا الدافع البيدوفيليا. لانه اذا كنت مسلمه سنيه اوبليجي، يا اما الدافع البيدوفيليا تاع يعني تاع اغتصاب الاطفال، ولا تكوني ضد هذا الكلام وتكوني ضد كلام الله وكلام الرسول. انا جو سوي فان فورت، باه نقول لك هم حلفوا فيك الرجاله صحاح، قالوا لك نطيروا لك راسك. تكون هذو الرجاله صحاح اللي حلفوا فيك الجزائريين الاحرار. واش من راسك؟ قالوا لك نطيروا لك راسك. واش من راسك؟ هذاك تاع الخنزير، باسكو انت داير كل خنزير. شوف ربي كي يرجعك، ربي يرجعك كل خنزير. حاجه مليحه كي يطير واحد راسه باسكو يهدر وجهه كي يتعافى يطير راسك، باسكو انت انت راك تشوه في الجزائريين. الجزائريين حرار يعني واحد كي اسمعي، واحد كي دافع على الاطفال. الجزائريين حرار، اسكت خنزير. كيما انت دافع على الاطفال تا باين. نقول لك حاجه، باللي مارست 100 علاقه محرمه غير شرعيه لازم تكون ربك، لازم تكون بوقل بوريكا كيما هذه، بوريكو تاع الصح والو زيرو يا ربك، والو العقل. لازم انا نقول لكم لازم تدافع كما قالها جاك دروك، دافع الاسلام السني تي اوبليجي باش تدافع البيدوفيليا. ما تقدرش، ونتحدى اي واحد يطلع يقول لي النوم، يقول لي انا نعفس على هذا كلام الله وكلام الرسول. نتحداكم يطلع واحد يقول لي انا ضد، انا حاب نحمي الاطفال. ما يقدرش، خواف. عندك فكره كنت خايف منها؟ راني تكتب خواف. السلام عليكم خويا ميو. سلام خويا، عندي شحال وانا حاب نطلع في اللايف تاعك. اي مرحبا بك خويا، نطلع غير نهضر افي كريسبي بيان سور. نهضر في السوجي هذا اللي كتهضر فيه بصح معليش نعطي رايي بلا ما نقول ني لو بور ني لو كونتر. ما كانش عندنا اسيمي. انت مسلم سني؟ انا مسلم سني. ياه واش رايك في هذا الشيء، هذا اللي داروا الرسول واللي موجود في القران؟ شوف انا واش نقول لك، نقول لك برك بلي الله لو نورمال لا جوبيليتي نسبي. شفيق اسكو تقدر تسقم الصوت عندك باسكو عندك الحس؟ دقيقة ندير برك البلوتوث باش تسمعوني الخير. الو وي انا جو بونس با لازم ندير بريف. الو وي خويا، هكذا كنت تسمع فيا خير؟ الو فازي يهدر ونقولوا لك. هكذا كنت تسمعوا فيا نورمالمون خير بالك؟ وي قلت لك بلي ميرسي. دونك الاخ ميهو والاخت مينا، انا بور مو شغل لاج نسبي. بار اكزومبل زمن الصحابه وهذاك الوقت بالك ما كانوش عندهم لي ميم كونديسيون فيزيك بالك. بار اكزومبل كانوا يعيشوا، سمعنا بلي كاين بلي بزاف اللي ماتوا في 60 سنه في 50 سنه بالك، بلي في بالك ما كانوش عندهم. شفيق اليوم باش تيري برك، باش تدافع على ربك وتدافع على الرسول. اليوم 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 في 2024 واحد 50 سنه تزوج بعد سنين يدخل عليها 9 سنين، حلال ولا حرام في الاسلام؟ على باليش، ما عنديش علم فيها. حلال 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 اليوم في الاسلام، هذا شيء مباح. مش عارف لك تضلي هذاك الوقت وكلش تهرب هذاك الوقت. اليوم المشكله تاعنا انه الله نتاعك يحلل هذا الشيء اليوم، واليوم كل العالم يقول لك بلي هذا بيدوفيلي اغتصاب الاطفال. اسكو انت واش تختار شفيق، تختار تدافع على الاطفال ولا تختار تكون مع الله والرسول وتدافع على البيدوفيليا؟ انت عندك الخيار. لا لا ميوب، انا كيما انت تزيري دوكا في بلادنا في الجزائر ما كاش اللي يتزوجوا طفله في عمرها تاع. ما هدرتلكش على الجزائر. ما يتزوجوش في طفله تاع سنين. ليش ما هدرتلكش على الجزائر؟ انت اسكو راك معايا انا نحمو الاطفال ونجرمو يعني شيء، ولا راك مع الله والرسول اللي يحلوا هادشي؟ شوف شوف اخويا ميهو، انا ماشي راح نكون كونطريك وماشي راح نكون معك. هذاك الوقت ما نقدروش نحاسبوه، هذاك الزمن عنده 14 سؤال نتاعي.
راني قلتها لك طلعت هنا ما هدرت لك على هذاك الوقت، راني نهضر لك اليوم. واحد 50 سنه يتزوج بواحده سنين يدخل عليها 9 سنين، هذا شيء حلال في الاسلام ومجرم كل خدعه. انت مع القانون البشري قانون الجزائري ولا مع كلام الله؟ انا نقول بلي انتردي دوكا يتزوجوا بالطفله. علاش ما قلتش انتردي في القانون البشر؟ هما اللي قال لك بلي كلام الله بشع وداروا قانون يجرموا كلام الله. الور جو ريبات ما كيسيون، انتايا مع القانون البشري اللي داروه الحكومات وضد كلام الله، ولا مع كلام الله وضد قانون اللي داروه البشر؟ لا لا خويا انا راني مع كلام الله، بصح راني مع القانون القانون اللي راهو معمول به. لازم تخلص عليكم توجور كيما هكا، يعني انت تنكح المنطق، يعني تكون مع حاجه والنقيض نتاعها. هسرات هذه في العالم، تكون مع حاجه وتكون مع النقيض نتاعها، تكون لا ونعم. هذا هو كلامك طالع زعما هكا ما تقدرش. يعني نقولها لك، شوف اي واحد يدافع عن الاسلام السني مستحيل مستحيل. وهنا راني نهضر لك غير زاويه صغيره، بلا ما نهضروا على العبوديه، ضرب المراه، ضرب الاطفال.